استنى بس الاستريم يبدأ عشان اقول كام اعلان مهم في اول الاستريم قبل ما نخش في الجيم. يعني اعلانات مهمة جدا جدا جدا. اول ما تشوفوني يا جماعة قولوا هوب الله كده عشان ابقى عارف انتوا شايفيني، عشان الاستريم بياخد شوية كده على ما يبدأ. بس انا شايف ان رائد موجود اوريدي، والسويمر وعبودي ولا عموري اسف، وجورج موجود ومالك موجود، ويعني الناس كلها في الاستريم كويس. هوب الله، اهلا يا براء. اوكي، في كام حاجة عايز اقولهم. اول حاجة احنا وصلنا 22000 متابع على تويتش، فشكرا ليكم جدا على الدعم الجميل. تاني حاجة، احنا وصلنا 300000 مشاهدة، او هنوصل النهاردة 300000 مشاهدة على تويتش، فدي حاجة حلوة جدا. 300000 داخلين على نص مليون اهو، فحاجة جميلة جدا الصراحة. المشاهدات في تويتش حاجة يعني الواحد يفتخر بيها يعني المفروض، فحاجة حلوة. تالت حاجة والحاجة الجميلة جدا للناس اللي عايشة في مصر، انا اسف بقى لبقية الناس، الموضوع ده هيتوفر بعدين، ولكن المرش جاهز وتقدروا تشتروه دلوقتي. سيبكم من الاسعار اللي هتشوفوها هنا، لان في ناس بتقول لي بيستي انت مخليه ب 20 دولار، و20 دولار كتير. اولا مش انا اللي محدد السعر، ثانيا انا بحاول ارخص السعر لسه، ثالثا بحاول اعمل حاجه تانيه بخصوص السعر برضه حلوه، ورابعا احنا مش هنبيع بالدولار. انسى الاسعار اللي قدامكم دي، عشان بس انا عايش في الامارات فطلع لي الاسعار كده، بس هو ده مش السعر. التيشيرت ب 150 تقريبا، يعني الاسعار مش كتير قوي. تمام، فالمرش جاهز. كل تيشيرت فيه منه 3 الوان، فيه منه ابيض واحمر واسود. لو انت بتتفرج على تويتش تقدر تكتب علامه تعجب مرش بالعربي او مرش بالانجليزي، هتلاقي المرش، يطلع لك اللينك. لو بتتفرج على يوتيوب هتلاقيه موجود تحت في الوصف. من النهارده عندك فيه انواع كتير من التيشيرتات، يعني مثلا التيشيرت ده فيه منه احمر واسود وابيض، كل التيشيرتات فيه منه احمر واسود وابيض. فعندك راعي مزاج المتقلب، عندك ايمونا دايت، عندك البستويه، عندك الروشانه اسلوب حياه، عندك التريبل جليتش، عندك مشمش من غير ما يبقى مكتوب مشمش، هوب الله الله مشمش ومكتوب مشمش، عندك فيه الغزاله رايقه، عندك فيه الدنيا جليتش كبير والو. وغير كده فيه كبات، ان شاء الله الكبات هيتوفر لها الوان لو انا مش غلطان قريب. هيتوفر هوديز بعدين، هيتوفر ماجز بعدين. غير كده عايزكم تعرفوا ان التيشيرتات والحاجات متوفره لمصر بس حاليا، ولكن انا بحاول اوفر الخليج كله. ماشي، يعني تقدروا تقولوا ان ده سوفت اوبننج، افتتاح بسيط كده، وبعد كده نبدا نتوفر في الاماكن التانية. فعايز ابقى موجود في الخليج العربي كله، عايز ابقى موجود في شمال افريقيا كلها، وعايز ابقى موجود في العراق كمان. غير كده انا بحاول يبقى ربحي من الحاجات دي صفر، لسه بحاول في الموضوع ده. انا مش عايز اي ربح، انا كل الفكره ان الناس بتحب القناه عايزين يشتروا حاجه ليها، خلاص اشتري، انا ماليش دعوه. فحاجه من اتنين، يا اما ارخص السعر، يا اما لو ما عرفتش ارخص السعر اي فلوس هكسبها من الحاجات دي. ماشي، ودي حاجه انا بقولها لكم من دلوقتي اهو، اي فلوس هنكسبها من الحاجات دي هتروح للخير. ماشي، هنتبرع بيها للخير. اوكي، فدي دي الحاجتين اللي انا عايز اعملهم، يا اما ارخص الاسعار لو قدرت، يا اما او بصراحه لا، هي ترتيبها مش كده، هي ترتيبها ان الربح يروح للخير 100% كله يروح للخير الربح، او ان اسمه ده ان انا ارخص الاسعار لو ما عرفتش ابدل الحاجات للخير. فهجرب الحاجتين دول ان شاء الله، رمضان داخل علينا اصلا، فدي حاجه حلوه، وده هيبقى للابد بالمناسبه، مش شهر ولا شهرين، لا على طول. لما بيع اي تيشيرت او اي حاجه الفلوس تروح للخير على طول. تدفع بقى ازاي، بيوصلوا فين الحاجات دي، حاجات مذكوره في الموقع انا ما اعرفهاش، انا مش حافظها، انا عملت اللي عليا ووفرت الميرش. اوكي، بس المهم النهارده نلعب لعبه رعب. ايوه لعبه رعب، لعبه اسمها ثرو ذا وودز او من خلال الغابه. اللعبه دي اقترحتوها عليا من زمان جدا، اللعبه من 2016 طالعه. السبب اللي خلاني ما العبهاش ان انا كنت مستني ينزل لها تعريب رسمي، ولكن ما نزلش تعريب رسمي للاسف، فهنلعبها بالانجليزي. في تعريب مضروب بس محتاج ان انا انزل نسخه مقرصنه عشان العبها، وطبعا انا مش هعمل كده وانت عارفني كويس. ف اهلا بيكم في لعبه ثرو ذا وودز او من خلال الغابه، لعبة الرعب بتاعت النهارده. اللعبه دي هتكون اسمه ايه ده، هتكون فيها حاجات وقصص وكده، وغير كده كمان حاطط الدعم المرعب للي حابب يدعم. اهلا يا مريم منوره، ودعاء منوره، وعموري منور، ومامادو منور، وبولا منور، واثريت منور، ويوسف منور، كلكم منورين، وانجينير وكل حاجه. انجينير، استنى لحظه واحده يا جماعه، اخر حاجه رحبوا بانجينير كمود جديد في القناه. اي نيد يو انجينير تو مود. ف انجينير معانا مود كتير جديد قصدي، رحبوا بيه. والمهم خلينا نخش في الاكشن وهنبدا نيو جيم. سيبكم من كونتينيو دي، المفروض هنبدا نيو جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض اللعبه قصتها حلوه، ومفروض ان رعبها حلو، فلما نشوف. مفيش جراند، لا لا لا، لازم انام بدري النهارده والله يا جماعه. انا قلت لكم امبارح ان مفيش النهارده جي تي اي، بكره ان شاء الله هحاول او بعد بكره. ماشي، لسه مخلص تمارين كمان، فدلوقتي جسمي سخن جدا، مش سخن عيان، سخن عمال بيحرق. اوكي، احنا في غرب النرويج، احنا في غرب النرويج. اوكي، لو شكل اللعبه يا جماعه بالنسبه لكم مش حلو او كجرافيكس مش حلوه،
ده بسبب ان اللعبه قديمه شويه بس المفروض انها حلوه يعني. ماشي اه هينزل الارشيف اكيد، بس انت لو طلعت من السيما انا هزعل عامه. لغايه دلوقتي موسيقى حلوه. اوكي اوكي اعتقد ان ده ولد وامه او بنت وما. I'm gonna go exploring, mom. Okay. 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 Just keep away from the pier. It's old. Okay. هو قال انا رايح استكشف يا ماما. اوكي قالت له اوكي بس خلي بالك من المرفق عشان اسمه ايه ده عشان المرفق قديم. فلا حاضر. اوكي. هي عالم مفتوح ولا ايه؟ طب المرفق فين؟ لسه في حبيبي والله. ما ينفعش النط. اوكي. منورين منورين منورين. انت لعبتها قبل كده؟ انا عمري ما لعبتها. اللعبة دي انا عمري ما لعبتها في حياتي. لعبتها قبل كده ايه؟ لعبتها قبل كده ايه؟ مش المرفق، المرفق. بير، المرفق. مش المرفق يا حبيبي. في ايه؟ اوكي بتقولي ازبن، احنا بنلعب واحد اسمه ازبن، بتقولي البيتزا في الفرن، تعالى اغسل ايدك، لحظة واحدة. هو هيحصل ايه لو انا رحت هنا؟ اوكي انا افتكرت ان انا ممكن اغرق الولد، بس مش مشكلة. ماشي. نروح ناكل بيتزا. بيتزا. صوت عصافير جميل. اصبر بس عشان انا اللي عارفه. بالمناسبه شايفين شكل اللعبه كجرافيكس سيء ازاي؟ عشان احنا في الصبح تمام؟ لان اللعبه دي مش معموله عشان تتلعب في الصبح اصلا، اوكي؟ المفروض الدنيا هتليل دلوقتي فهنتبسط قوي، المفروض يعني. ماشي نتاكد بس ان الولد دي ضله. جو انسايد، اوكي. ماشي ده الولد وامه. جرافيكس اللعبه معمول تحت بير السلم الصراحه. يعني حتى ك 2006 اللعبه دي مش لعبه 2006. الدنيا بتليل اهي، اللي بيقول ازاي رعب. الدنيا بتليل اهي. شايفين انا بعود نفسي اشرب باليمين عشان ما حدش يزعل، ها؟ مع ان انا ما بعرفش، انت بتشوف انا بعمل كده عشان اشرب. ما ببقاش مرتاح وانا بشرب اصلا. عشان بس ما بعرفش اشرب كده. Hey mom, wake up. اوكي بيقول لها ماما ماما اصحي. Wake up. You've been ماما اصحي، انت كنت نايمه طول اليوم. اوكي يا ازبن انا متاسفه. ليه لازم تكوني نايمه لغايه متاخر كده؟ ماما انت دايما تعبانه. ازبن انا جيت هنا عشان اشتغل. انت المفروض تكون مع جدك وجدتك اصلا الويكند ده. اسفه. خليني بس اعمل شويه قهوه. يا ساتر يا رب، هي اللي مرعبه والله. هي اللي مخيفه والله. انا عايز اروح الحمام بس الدنيا بره ضلمه. انا اسفه. خد الكشاف وانا هاجي معاك. اوكي الاماكن دي بيبقى فيها الحمام بره، بيبقى بيت صغير لوحده كده بره. ماشي فعشان بس تبقوا عارفين. اوه اوكي الدنيا مليانه فعلا. ايه ده الله. لا كده شكل اللعبه حلو. كده شكلها حلو. قلت لكم اللعبه المفروض تتلعب بالليل مش الصبح. يعني دلوقتي بصوا كده اللعبه كجرافيكس شكلها كويس، لان اللعبه دي مش معموله عشان تبص عليها الصبح بس. وانا متفاهم حاجه زي كده يعني. امسك الكشاف يا ماما. لا استني هنا يا ماما. قول له تمام حاضر. ايه اللي هيكون جوه الحمام يا اسف؟ نخش بقى. So what do بالليل؟ يا ماما بحاول اعمل بيبي يا ماما. تعال نبص على الواد. We could make some hot chocolate. شايفينه؟ تعمل نمبر 1 ولا نمبر 2؟ Go away. Just wait up the path. I can't go while you're standing there. بيقول لي امشي يا ماما مش عارف اعمل بيبي. You say so. مش همشي أنا. تعمل إيه؟ تعمل بيبي؟ يا عم ده قاعد رافع البنطلون يا جدعان، ده بيحاور يا جدعان. طب أنا أقف نستنى هنا. هو بيعمل بيبي إيه ده؟ يا حبيبي.
ما تخلص يا بابا. هو بيعمل بيه ايه والله؟ اوكي نروح نستناه في البيت. ما ينفعش. اوكي خلاص. خلاص يا اسعده. سلام. سلام قول من رب رحيم. Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. هو عم بيبي لغاية ما اختفى؟ I mean it, Espen. Come out. هو فين؟ Jesus, Espen. ايه ده في ايه؟ What are you doing? ده عبيط يا جدعان. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. ده واد غبي يا جدعان. Kidding, I'm sorry. واللهجة بتاعته غريبة أوي. I'm sorry. Okay. But don't scare me again. يلا عيل يا غتت. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. بيقول لها عايز عايز اروح البحر. Anyway, the pier's broken. اه لكم بيقول لها dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. Okay. بيقول لها ماما ممكن اروح البحيره الصبح عايز امسك كابوريا. بتقول لي يا ابني مفيش كابوريا في البحيره حبيبي. بيقول لها طب عايز شوكولاته. I found to my surprise I felt nothing. My nightmare had come true and I was left raising a child I didn't love. الو دي بتقول لي ما تحبش ابنها. بتقول انا بربي ابني ما بحبوش. ايه العيله دي؟ And Espen's father and I began to fight. Okay. برضو صحابها ما بقوش يحبوها. And one day, Espen and me. كانت بتكره جوزها وابنها. وفي مرة كانت هي واسبن لوحدهم. Espen got older, I slowly began to realize something. وكل ما Espen بدأ يكبر في السر في السن قصدي بيكبر في السر دي. I loved him so much. اكتشفت حاجة. أنا كنت بحبه جدا بحبه جدا لدرجة إن هي حاجة بتوجع يعني. بقى البيست فريند بتاعي افضل حاجه عندي وبعدها فقدته. فقدته ايه؟ فقدنا بعض. ايه الدراما دي؟ مش عارف ممكن اسامح نفسي ولا لا او اسبن. كل ده عشان الواد استخبى بعد ما عمل حمام. ايه ده في ايه؟ الواد بص واقف ورا. ايه ده؟ الو الو اسبن انت شفت اللي حصل؟ Why didn't you wake me up? اسبن انت ما صحيتنيش ليه؟ Espen? مصحكيش ايه يا بنتي؟ Want some breakfast? اسبن عايز شويه فطار؟ Or lunch? او غدا؟ We have eggs and bacon. عندنا بيض وخنزير. Guess he's out playing. اكيد طلع يلعب. اوكي هي مهندسه معماريه. اوكي بتكره ابنها بس بتحبه في نفس الوقت وهما بيست فريندز وابنها شبح تقريبا ملوش وجود معرفش. تعالى نقرا الورقه. هاي ماما انت دايما نايمه. اصحي بقى. دي حاجه ممله قوي. انا طالع بره العب. ابنك اسبن او اي. اوكي طب ايه مش هنطلع نشوف ابننا فين؟ ايش دي اوضه الواد؟ I loved our room at the cabin. كنت بحب اوضتنا في الكابينه. His reflectors looked nice in the sunlight and his drawings fascinated me. بتقولي ان ابنها بيرسم كويس. بتقولي ان ابنها اللي كان راسم حاجات دي كان بيرسم كويس. Espen؟ Espen؟ تعال نروح البحيره نشوفه فين. الجو برد. What is he doing out in this cold? هو بيعمل ايه في البرد ده بره؟ Espen? Espen? I hope you're not down by the pier. اتمنى ان انت ما تكونش نزلت عند المرفأ. That thing's dangerous. قلت لك ان المرفأ خطر. Espen? Espen? Talk to me little man. كلمني يا ولد صغير. هو اظن والله اعلم ان انا ماشي صح كده. لان انا ما اقدرش ارجع. ايوه هي ماشيه لوحدها اصلا. اوكي. Hey! 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 Get away from my son! ابعد عن ابني! ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ Jesus! ولا! Espen! ولا يا اسبن! Get away from him! نط يا اسبن! Espen, I'm coming! ايه ده؟ No! اوكي. Please! Espen! تمثيل الصوت كويس. Espen! هلا والله يا زياد. اهلا بسيفتي. Espen! ايه ده؟ اه اوكي من خلال الغابه. اوكي كده بدأنا اللعبه. ها
لسه المركب ما اختفاش. اسبان ايه العم الكلابي ده؟ احنا الرعب انا لا ارى. والله يا ابني اللعبه دي اقترحتها علينا دود من 4 سنين ولا حاجه. بس اوف بن شتم. اوه احنا وصلنا لمكان تاني خالص. اوكي ده المركب اللي خطف ابننا. ماشي لازم ننحاش يا واد. اوكي التليفون شغال ما شاء الله. لا لا لحظه اوه التليفون خرب. اوكي حركات بقى كده واقعيه. اسبان هو ده سحر اسود صح؟ راح فين؟ الشاب بتاعي في مود اسمه R9K يا عبد المجيد بيمنع السبام. فهو صح بيمنع كلمات بس صدقني بيريحك انت كمتابع كمان، لان في ناس كتير بتكتب كلام مش كويس بيتشال. فدي الفكره يعني. R9K دي حاجه كويسه. هو الولد فين؟ وازاي اعرف انا ماشي صح ولا غلط؟ لان واضح ان الماب كبيرة يعني. اوكي في بوابة هنا. اوه ايه ده؟ اسبان اكتب السلام عليكم يقول لا. اعتقد لان ناس كتيرة تكتب السلام عليكم فهو يعتبرها سبام. او انه بوت كافر معناه. اوه اوكي. بو ده اقل تنبيه بيخوف التنبيهات اللي موجوده. اوكي كان في مدينه هنا او حاجه. الصخور الكتيرة دي عشان تحضير الجن والاشباح. ما انا عارف. ايوه is someone there؟ مش كده بقول في حاجة غريبة في 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 القرية دي. سحر اسود او حاجة. مش سحر اسود بتاع السيرفر. عسل عسل هتعسد. في حاجة جوه البيوت؟ لا هي مش بيوت على قد ما هي اكواخ صغيره. في اصوات غريبه. اوكي اوه البيت ده فيه شمعه. في سرير وشمعه وفي ورقه. اوكي اقرا. اوكي العجوز الحقير جه للقريه ليله امبارح وخطف ابن ريدر الحقير. محدش شافه وهو جاي مع اننا كنا مراقبين المكان بقالنا اكتر من اسبوع او بقالنا اسابيع كمان. الولد ما عملش اي صوت. شيء غريب جدا. With all a mind to go there at last and put an end to this, but for the gates, the cursed gates won't open to those. اوه بيقولوا كنا عايزين نروح وننهي ننهي اللي هو بيعمله ده، ولكن البوابات اللي عينا ما كانتش بتفتح لامثالنا. All we can do is bite the hover with the last of corruption and our gods. اوكي بيقولوا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نتمنى ان ابن ريدر يكون اخر ولد هيتخطف. مفيش اي حاجه نقدر نعملها مع اللعنه دي والهتنا مش بتساعدنا. الهتنا اوكي. وفي هنا ماسك غريب لو انتوا شايفينه.
There was a folk tale in the town where I was born about a man called Old Eric. Okay. They said he would sneak into the village at night and steal away children and misbehave. Ooh. Okay. My parents used to tell me that I had to be good or Old Eric would come and take me. بتقول كان في اساطير قديمة. It didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. بتقول كان في اساطير قديمة من قريات. يا ست اسكتي بقى عايز احكي لهم بتقول ايه. There I wasn't so sure. Okay. بتقول ان كان في اساطير قديمة في القرية بتاعتها عن راجل اسمه إريك. إريك العجوز. إريك العجوز ده كان بيخطف الاولاد اللي ما بتكونش بتحترم اهلها. فهي كانت فاكرة ان الاسطورة دي مجرد حاجة اهلها بيخوفوها بيها وهي صغيرة. ولكن مش دي الحقيقة. اللي هي تكتشف يعني بعد كده ان دي مش دي الحقيقة، ان فعلا في واحد اسمه إريك العجوز. وانه فعلا بيخطف الاولاد اللي مش متربية كويس. خلي بالكم ما تزعلوش ماما وبابا، اوكي؟ اوكي. السلام عليكم عمو الجن. اعتقد دي زي كنيسة او انت سامعين؟ اوكي كان في صوت خطوات رجل ورانا عامة. كان في صوت خطوات رجل ورانا. بالمناسبة هاشتاج مريم الفشيخة، انا نسيت، انا اتخضيت، انا اسف. هاشتاج مريم الفشيخة في الشات يا جماعة. شكرا يا مريم. اعتقد ان اللعبه هيكون فيها جن وحاجات كده، فلو اللي بيخاف يمشي، يعني اللي بيخاف من الاساطير وكده يمشي. هو في سيف هنا وعرش. اوه في سيف وعرش كبير. اوكي اوكي مفيش حاجه هنا. توقعت ان الشمعة دي بتؤدي الى شيء. حبيبي حبيبي عبد المجيد، حبيبي والله حبيبي. اوكي انا مش عارف اروح فين، بس اعتقد ان الطريق مش من فوق او من تحت. اوكي غريب ان هم عاملين الطريق من فوق. انا اخاف، انا بخاف من الـ من الـ مش بخاف، بس يعني ممكن احلم باحلام غريبه بسبب قصص الجن والحاجات دي الصراحه. واللي انا شايفه قدامي ده واضح ان هو مستوحى من اساطير نرويجيه. وانا الصراحه بؤمن ان بعض من الاساطير دي ليها حقيقه شويه او واقع شويه. لان يعني ويخلق ما لا تعلمون يعني، والناس بتاعت زمان قبل ما يبقى في عمار في البلاد كلها اكيد كان في حاجات غريبه بتحصل اكيد. فبغض النظر عن ديانتهم اكيد كانوا بيشوفوا حاجات غريبه. واكيد كانوا بيدونوا الحاجات دي. بس. في حاجة لونها أزرق هناك. This is Espen's. He must have dropped it. اوكي دي حاجة خاصة بأسبن. I'm coming, Espen. ايه دي؟ اوكي ده سنو مان عشان ابنها بيعمل الحاجات اللي بتعكس الضوء دي اسمها ريفلكتورز. His reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes and I bought him a couple from the gas station. الموسيقى النرويجية دي بتبقى مرعبة أوي على فكرة. He'd hang them from the curtain pole at the cabin and wave his flashlight over them at night to watch them shine. I could hardly believe any of this was happening. But what I did know was the reflector I found was his. What I couldn't know at the time was that he'd left me more, a trail. Okay. And that as long as I stumbled across these reflectors now and then, Espen was still alive. ابنها بيحب اللي هو الحاجات اللي بتعكس الضوء دي. فهي بتقول ابني ترك لي الحاجات اللي بتعكس الضوء دي في كل مكان عشان اعرف مكانه. اوكي ايه ده بقى؟ ميركستاد ميركستاد ميركستاد. اوكي اسبن يخرب بيتك خضتيني. اوكي 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 فرصة حلوة. فرصة حلوة اني اقول لكم مرة تانية على الميرج. انا طفيت مش حاططهم في التلفزيون. اوكي يا جماعة
دلوقتي لو انت كتبت علامه تعجب ميرش او علامه تعجب بالعربي او بالانجليزي يعني هيطلع لك لينك. اللينك ده فيه تي شيرتس وهوديز لا هوديز لسه تي شيرتس وكابات وكشاكيل وحاجات كده خاصه بيا. حاليا انا ببيعها في مصر بس كسوفت اوبننج بس انا بوفرها في الخليج كله وفي الوطن العربي كله يعني. اللي حابب اقوله انه ان شاء الله اي ربح هيتعمل من الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيروح للخير ان شاء الله. يعني انا مش عامل منهم اي ربح. فاي حاجه انت يعني مثلا انت مثلا اشتريت مثلا تي شيرت وانا المفروض كنت تاخد منه مثلا $5 مثلا كربح، لا $5 دول هنحوشهم مع بقيه الفلوس اللي هتيجي من البيع وهتروح ان شاء الله للخير. لسه ما اعرفش اوديهم لاني جمعيه خيريه او كده، ولكن دي حاجه هنعملها على طول في القناه يعني مثلا مش عشان رمضان بس او كده، لا ده للابد. اوكي فدي حاجه هنعملها ان شاء الله، متوفره دلوقتي في مصر وان شاء الله تتوفر في باقي دول الخليج. الاسعار مش اللي محددها، فمحدش يقول لي هو ازاي الكراريس بكذا او ازاي التيشيرتات بكذا او كذا او كذا او كذا. انا ما اعرفش، انا مش انا اللي محدد الاسعار، انتوا الاسعار هتشوفوها لما تفتحوا الموقع ماشي. انا ماليش دعوه، بس اللي اعرفه ان التيشيرت 150 ودي اغلى حاجه موجوده ماشي. 150 جنيه يعني حوالي $20 ما اعرفش، بس فدي حاجه حبيت اقولها بس. اوكي فعشان بس تبقى الناس عارفه الميرش موجود دلوقتي وان شاء الله هيتوفر حاجات تانية بعدين، وان شاء الله ان شاء الله كل الفلوس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى يعني تبرعات مش مننا، مني ومنكم يعني حاجه مننا كلنا. يعني انت لو بتتفرج على القناه خلاص كانك اتبرعت يعني ان شاء الله. انا نيتي ان هي تكون في ميزان حسناتك من الاخر. اوكي مش بحب اتكلم في الدين كتير بس دي حاجه انا ناوي اعملها بس. اوكي يلا بينا نكمل. بدأت تيجي أصوات أعاصير وأعاصيف وحاجات كده، شكلنا داخلين كهف أو حاجة. أوكي النط. Looks like the old bastard pulled the bridge across. Too far to jump. I'll have to go down. طب معايا كشاف ولا إيه؟ محتاجين كشاف أو حاجة بدل ما إحنا داخلين في الضلمة كده، مش ناقص أنا. شكرا شكرا ليكم أنتوا على الدعم يا جماعة. والله انا بكتب، بص يا جماعه برضه عشان تبقوا فاهمين حاجه، انا بكتب 18 بلس في البثوث الرعب لسبب واحد بس، ان في مره في واحد في حد ام اشتكت لي ان ابنها صغير واتفرج عليا وانا ما كنتش كاتب تحذير. فانا عشان كده بكتب تحذير بس، ده السبب الوحيد انا بكتب تحذير. غير كده انا شايف ان انا ما كنتش بخاف وانا صغير. المهم لقينا الجاكيت بتاع ابننا والفلاش لايت بتاعه الكشاف بتاعه. تقول ما تأذيش ابني، أرجوك ما تأذيش ابني. I'm coming, Aspen. أنا جاي لك يا أسبن. I'm coming. Okay, loading. There is no I in denial. ما فيش حرف الـ I في كلمة إنكار، لا في. لا لا في والله. رابع حرف على طول. Aspen must be cold without his jacket. هو ده همك؟ بتقول الواد اكيد بردان وهو معهوش الجاكيت الخاص بيه. When I saw Aspen's jacket there on the ground. لما شفت تيشرت Aspen على الارض حسيت ان في حاجه جوايا اتكسرت. I suddenly realized that this was really happening. He had been taken from me. His coat. ايه مش هتعلق على مشي قدامها ده؟ His little coat lying in that dark place. هي زعلانة على الجاكيت جدا. I was his mother. I was supposed to protect him. انت قلت انا امه المفروض احميه. He trusted me. هو واثق فيا. Down. وانا as I had so many times زعلت. Before. His jacket was a symbol of my failure. لا كده هي بتبالغ. I promised myself I would find him and bring him back. بتقول الجاكيت بتاع ابني يعبر عن فشلي. رمز لفشلي. جاكيت ابني رمز لفشلي، والله دراما اقسم بالله. هو انت شفت اللي كان بيجري قدامها ولا ايه؟ ولا انا بس اللي شفت ولا ايه؟ هوبا ايه ده؟ ثيرس ايه؟ لا هيرزفيك نفس اه ايه ده ايه ده ايه لحظه لحظه. بص الرسمه اللي على بتاعها. ايه زي شيطان او حاجه بيحارب انسان. وجسمه ملفوف حواليه. اوكي. الو الو
الو، اصوات غريبه. ذا سمل، دول اخر ريحه. ايه ده؟ دي كلاب تقريبا. عموما في نار، يعني كان في حد هنا مؤخرا. ايه ده؟ Those are human. اقرا. The cursed beast and the fool I am. Can you hear it? اوف. قابل وحش عملاق مسكه وقعد يضربه على الحيطه دي، وبدا ياكل المعيز الخاصه بيه اللي هي اللي هناك دي، الخرفان. اكلها قدامه وبعدين قتله وهو كان بيسجل اخر لحظاته. بيقول انا غبي ان انا دخلت هنا، ومفروض اي حد يجي هنا ما يدخلش. الو، الو، في اصوات خطوات رجل عملاقه على فكره. اللعبه ما بتخلصش في ستريم واحد، اللعبه بتخلص في 3 ساعات بالظبط، واحنا هنخلصها في 3 ساعات بالظبط. وانا سامع اصوات غريبه دلوقتي. كان مش عارف هل لو جريت بعمل صوت فبييجوا ياكلوني ولا ايه الصراحه. الصوت جاي من الناحيه دي، هنروح للصوت. وهي جاينت، انا مش شايف حاجه مخيفه، فده شيء كويس. الصوت دي جاي منين؟ الصوت عمال بيتقرب مني يا جدعان. بو. اصلا عادي، اصلا عادي. ما هو مستر عبود، انا في ستريمات الرعب بحط اليرتس مرعبه. كل ما انت بتعمل دونيشن اكبر، كل ما يكون الاليرت ارعب. من 1 ل 5 دولار الاليرت مرعب بو، اللي هي اي كلام. من 5 ل 10 يبدا الرعب الحقيقي. من 10 ل 15 ارعب شويه، ومن 15 لفوق ارعب حاجه. فالناس بتحب تستنى تايمينج كويس عشان يرعبوني، عشان ياخدوا كليبات عشان ينشروها مع بعض. بس وانا اصلا من النوع اللي بيخاف من الصوت مش من الصوره، ومش بخاف، انا بتفزع. اوكي، الصوت العالي بيفزعني. بس شكرا يا ري، هاشتاج ري حلو بشكل. اوكي، وقولوا لها الف سلامه عشان هي تعبانه شويه. اوكي. بالنسبه للاصوات اللي فوق، الصوت وقفت كويس. What the hell؟ لا 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 يا عمو، 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 لا يا عمو. الو، الو، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟
ده الالرت الارعب بقى، انا بس قلت اوري لك. أجدك مريم الفجيغة مش هت. هو أنا أقدر أبعد عنه إزاي؟ أيوة ده قاعد. طيب تسمح لي أخش بيتك؟ دقيقة، حاجة بتنور أزرق هناك. ما تعيطش ما تعيطش. طيب هو انا المفروض اروح له ولا ايه؟ هو واقف؟ اجري. ده المكان اللي كنا فيه؟ اعتقد ده المكان اللي كنا فيه. اوكي احنا نمشي من هنا تاني، يمكن انا ماشي غلط. اوكي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. بس الوحش عايز اقول لك حاجه، روح له. مش هروح. اوكي طيب هنمشي عكس اتجاهه، هنمشي عكس مكان وجوده، ملناش دعوه بيه. دقيقة، كان في صوت في المية. ها سمعت صوت في المية. اوكي في سيوف هنا عملاقة. ايه السيوف دي؟ اوه في حاجة هنا. انا شايف في حاجة بتنور هناك على اليمين، محتاجين ندخل يمين بطريقة ما. ما نقدرش نمشي من هنا. اوكي انا ما اعرفش هو راح فين الصراحة. وانا اللي حاسس ان انا المفروض اروح له يا اخوانا. ليه عندي شعور ان انا المفروض اروح للوحش نفسه؟ لان هو مكتوب، اعتقد ان هو اسمه هورزفيك على فكره، اعتقد ان ده اسم الوحش. تيجي نروح نشوف هيعمل ايه؟ ولا تفتكروا اختفى خلاص ولا ايه؟ You have to. الإضاءة بليز، عايزين أفتح لكم صورة اللعبة. أوه لحظة، في شمعة هنا. أوكي أوه أوكي أوكي أوكي. لا لا مش لازم نروح له، مش لازم نروح له. لحظة، هيرزفيك يمين، هيرزفيك يمين، وفي حاجة شمال ما نعرفهاش. أعتقد إحنا محتاجين نروح شمال. أعتقد استنى، أنت عايزين أظبط لكم الإضاءة شوية. برايتنس، بس اعتقد ان ده هيخلينا يعني انت تشوف دلوقتي احسن، بس اللعبه مش مرعبه يعني، انت كان مش خايف من حاجه. انا اصلا ما كنتش شايف انا ماشي، انا كنت ماشي حسب الطفاف اللي انا كنت شايفه قدامي، انما كده حاسس ان الدنيا صبح. والله كده حاسس ان الدنيا صبح. ما اعرفش الناس اللي في الشات تقول عايزين نرجع الاضاءه تاني زي ما كانت، ولا عايزين نسيبها كده. رجعها تاني، رجعها، اكيد رجعها يا بيستي. اوكي 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 اوكي
ده بدأ يعمل أصوات ذا جرادج والله العظيم. يوهو أنا شايفه هناك. أنا ما عارفش أقدر أمشي قدامه ولا لأ. ما تبصش هنا، ما تبصش هنا، بص ناحية تانية. امشي امشي امشي. مش كده، ما عارفش هل هو بيشوف ده قاعد. بيبص علينا بيبص علينا بيبص علينا. اوكي لا حضرتك. انا اسف انا اسف. وقع يا صاح اجري. انا قلبت له النور ليه؟ انا قلبت له النور ليه والله؟ اهو في تشيك بوينت. اوكي اوكي انا بس كنت اوريكم ان في تشيك بوينت. تمام انا اخش حمام ويجا يا جدعان والله العظيم. عايز اعمل بي ارجع لكم تاني. اوكي الوحش بيشوف الكشاف واعتقد بيسمع صوتنا لما بنقوم نقف. لازم نحاول ان احنا ما نعملش الحاجات دي. انا عايز اوصل لنفس الطرق تاني. الوحش حاسس الضوء. ايوه انا خلاص لاحظت الموضوع ده. عايزين نوصل لنفس الطرق تاني من عطف الطرق ده ونعدي منه من غير ما يلاحظنا على ما اظن يعني. اوكي انا سامعه. هو على اليمين. تعال نجري كده. اوكي الارض بتتهز والله. المشكله ما اعرفش هل في اكتر من واحد ولا لا. دي مشكلتي الوحيده. الشجره دي فيها حاجه شكلها مهمه. لا ما فيهاش حاجه. بس في طريق من هنا. لا ما فيش طريق من هنا. اوكي 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 الوحش ورانا مش مشكله. هو في باب. وات في باب هنا. تفتكر هو اللي يفتح الباب؟ تعال نستخبى هنا كده نشوف هيفتح الباب ولا لا. ليه تاني مره اخش في جليتش لما اموت. الحمد لله. ليه شافني؟ ليه اعتقد انه ممكن راح يفتح الباب على فكرة. اعتقد والله خضيت. ليه والله ليه قلبي يدق بسرعة كده؟ الواد ابو عمر عامل حاجة حلوة قوي. عايز اسأله عاملها ازاي والله. جايب جهاز قياس نبضات قلب ماشي. بتروح حمام مرة اتنين. جايب جهاز قياس نبضات قلب وبيستخدمه في الاستريم لما بيلعب فيفا. انا عايز استخدمه لما العب العاب رعب وهكلمه واساله بكام ومن فين.
حاسس ان احنا محتاجينه في القناه دي والله. اوكي هنروح نستخبى ورا الشجره. تمام هنروح نقف ورا الشجره مكسوره ونشوف هل هيفتح الباب ولا لا. تعال نروح كده. لا ملاحظ ان هو جاي في الاتجاه ده. اوكي يا عمو عايزين نسميه يا عمو الجن. عمو الجن يا عمو الجن. هل اقدر اعمل توجل؟ معلش لحظه واحده. هل اقدر اعمل توجل للكراوتش كيبورد ران انتر؟ مفيش ترايد محاربه اساسا سيتنجز. مفيش توجل كراوتش. مش مشكله خلاص. بس انا لازم افضل دايس كنترول عشان اوطي. على فكره الشمس بتطلع في اللعبه يعني الدنيا بتنور شويه شويه. هو راح فين؟ لازم نروح للباب مثلا. مفيش طريق من هنا. اوكي اوه لحظة لحظة لحظة. في مفتاح؟ في مفتاح؟ في مفتاح يا جماعة. تخيلوا لازم نسرق منه مفتاح. تخيلوا والله. هو فين؟ عم الجن. اوه عايزين نشوف لما معاه مفتاح. اه ولا ده ظهر ولا ايه؟ معاك مفتاح ولا ايه نجم؟ طب احنا رحنا شمال تعالى نروح يمين. تعالى نروح يمين. تعالى نشوف ايه في اليمين. طيب اسمعني تقريبا سمعني. اجري اجري اجري. I know how it sounds, but it's true. اوكي اوكي كان المفروض امشي كده. ايوه it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. القمر. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. اوكي. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. Okay. I remember they didn't look like the people I thought I knew. شايفين العمر عامل ازاي؟ There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil and I knew these pictures were not for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. وايه منور هناك ده؟ I wasn't supposed to see those things. Okay. I was intruding on something secret and I didn't belong there. هفهمكم ايه اللي حصل. بتقول ان هي لقت صور وهي صغيره لاهلها كان فيها حاجات غريبه. كان فيها القمر شكل مختلف. كان شكل اهلها مختلف. وبعد كده اكتشفت ان هي ما كانش المفروض تشوف الحاجات دي. اعتقد ان فكره اللعبه ان في المكان ده من النرويج. هم عايشين في النرويج. المكان ده فيه وحش بياكلوا الاولاد اللي مش متربيه كويس واهلهم لازم يخبوا عنهم الموضوع ده بطريقه ما. معرفش ده اللي انا فاهمه لغايه دلوقتي. دي الديث ستار بتاعت ستار وورز. هو ده وحش كمان يا جماعه. لحظه نقرا كده. اوكي خلينا نقرا الكلام ده. هم قالوا ان وحش النوكن بيمشي في الميه. ده في اكتر من نوع جن يا اخوانا في اللعبه. اوكي بيقول لك ان وحش النوكن بيكون في الميه مستني فرصة. هو بيدور في الطين وتقدر تتخلص منه بانك تقول اسمه. تقول اسم نوكن. نوكن 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 نوكن. والله what the hell. هو راح فين؟ هو راح فين؟ شفتوه؟ يا حاج نوكن. هاي 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 نوكن 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 نوكن. وانا بقولها ليه؟
وحش تاني. ايوه في كذا، في اكتر من نوع جن. اللي فات ده كان اسمه هافك تقريبا، ولا مش فاكر. There's another reflector. هارسك ولا حاجه، ودلوقتي ده اسمه نوكن. اوكي ازبن لسه عايش وسايب لنا ريفلكتر تاني. I'm coming. اوكي ده ريفلكتر تاني من ازبن. هو ده عباره عن ايه ده؟ ايه ده يا اخوان؟ ده سنجاب ماسك مش عارف اسمها ايه؟ سكويرل. اوكي. نوكي ما تقدرش بيا يا صاحبي، اوكي؟ يا منوقن. اوه! منير وميت بيت، اوه! هيرف لحظة هيرف سيك the water something in the water. المياه هناك شيء في المياه. هاشتاج منير الفشيخ في الشات يا اخوانا. ده الباب بيفتح. المياه هناك شيء في المياه. ايه ده ايه ده؟ في صوت حد بيتكلم. The old bastard mayn't even come for hours, woman. You had to go ahead. You put us all in danger. Devil take you, you craven bastard. Oh, let me go, coward. P.E. Why? Let me go. You stab me. Wait, if you had to go with on had. You horny bitch. What the hell? Hello? What? Hello? نقرا كده. Motion and your father saw a true set out to try and... بفهمكم دلوقتي اللي هيحصل يا جماعة. I can't wait here for Eric to take he. I can't. I know. I'll never earn forgiveness from you or the gods, but I'm leaving. Don't be scared, my sweet girl. Don't you search for me. May have. ايه ده؟ دي أم سابت بنتها عشان مش عايزة تشوف إيريك بياخدها. They were here. I heard them. ايه ده؟ This paper is so old. دي أم كتبت بنتها إن هي مش هتقدر تتفرج عليها وهي بتتخطف ومش هتقدر تفضل موجودة عشانها. ايه ده يا اخوانا؟ ينفع ندخل هنا؟ اعتقد ان انا هبوظ اللعبه لو جيت هنا، فبلاش نخرب اللعبه دلوقتي عشان الجيم سيفز بعيده شويه. اه الباب اهو. اه في ورقه هنا؟ اوكي. ده في حد حاطط بوسه بتاعه. I'll be waiting. Always need a hard creature to pick the bones. بتقول ان الترول الوحش الكبير ده اغبى وابطا من ان هو يمسكنا، وان هي جعانه مش عارفه تطلع تجيب اكل. تمام تعال نخش البيت ده كان نشوف فيه ايه. يعني المنطقه دي كلها وحوش يا اخوانا. بيك اب. ايه ده؟ Brothers I found the wedge. A wedge يعني ايه ويدج؟ اوكي لان لقينا حاجة، لقينا ويدج، لقينا ايتم شكله مهم. انت نسيت تقفل البوت بتاع الريتويت. مش مشكلة بقى، في اطفي بعدين. ممكن الويدج بتفتح الباب ده؟ لا. طيب يعني كان لغايه دلوقتي قابلنا نوعين وحوش، ترول والجن اللي على الارض، والنوكن اللي هو الجن اللي في الميه. وانا مش مطمن للجسر ده الصراحه. لا اوكي. نوكن سمعت الصوت؟ اوكي. اوه
اوكي خلي بالك يا بيستي. استنى بقى استنى. انت عملت ايه في موضوع النت؟ موضوع النت ايه؟ في اصوات جديده. انت بتقول نوكن ليه؟ آه في وحش اسمه نوكن في الميه. لو قلت اسمه بيبعد عنك. لو قلت اسمه نوكن بيبعد عنك. انا شفت حاجه بتجري هناك على فكره. He didn't give me the chance to say I was sorry and I never forgave him. But in the forest, I was alone again. Desperate for the person I loved the most. And right. اللعبه بدايتها كانت بطيئه قوي. وبتحلو شويه شويه. بقت بقى كتير رغم ان في اقل جوده. مش عارف بقى الصراحه بقى المشكله. ولحظه لحظه. لحظه لحظه لحظه. الترول هناك شايفينه؟ المفروض ان هو بطيء. يفترض ان هو بطيء وغبي. وماشي في نفس الطريق. الله اكبر. هات الوحش عند نوكن ويموتوا بعض. 200 اي كيو. تخيل والله. والله مش بعيد تكون دي النهايه على فكره. مش بعيد خالص. اها اوكي. القمر شكله ضايع خالص. ما اعرفش انا كده ماشي صح ولا غلط. ايه ده؟ الو؟ حد قال هش هيز كامينج. يعني اسكت هو جاي. مين اللي جاي؟ هلو؟ Is someone there? Please. Eric's here. Hide. إريك وصل. استخبى. مين إريك؟ God damn it. Talk to me. Come out. I heard you whispering. Hey! Stop! I just want to talk to you. هو في حد؟ ليه في فريم دروب كده؟ في حد هنا؟ تعال نشوف لو في ورقة جوه أو حاجة. مفيش ورقة هنا. مفيش ورق هنا. مفيش ورق هنا. في حد اجري مني يعني ولا ايه؟ شفتش. اوه لحظة. ولا ايه ده؟ في بوابة تانية هنا. لا مش شغال. اوه لحظه. فورس بورو. فورس بورو. بيستي بليز بليز. ايه تم منت فولور؟ ماشي. مش عايز اعملها الصراحه بس خلاص عملتها. لازم تبقى متابعني لمده 10 دقايق عشان تكتب. اوكي في ورقه هنا. نيرا. اوكي في نوعين ترولز او جن اسمهم حاتي او هاتي وسكول.
هنسميهم حاتي وسكول. اوكي the tunnels soon to be over. اوكي هم عايزين يقضوا عليهم عشان ده نداء دحين يقولوا في السماء. ده نداء لكل الرجال والابولاد اللي يقدروا يحاربوا. بيقولوا لهم ان طاغيه حاتي وسكول خلاص قربت على نهايتها وان هم بيخططوا لفخ عشان يقضوا عليهم. فكل الرجال اللي تقدر تيجي عشان يبداوا يحاربوا الوحوش دي ويقفلوا الابواب وراهم. هما الاثنين اخوات, حاتي وسكول دول اخوات. اوكي اثنين جن اخوات وبس يعني. دي الفكره, ده اللي بيتقال يعني. اوكي فاهل المدينه دول كانوا خلاص تعبوا من الجن دول وعايزين يخلصوا منهم. اوكي ملناش دعوة ملناش دعوة. في مسلة هنا فين؟ اللعبة شغالة على 30 فريم بس ما اعرفش ليه. Hey, open the door. I need to find my son. God damn, where is my son? The children are gone, Eric. Oh. All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer, there'd be no hope for him. Okay. Now get you from my door! Poor guy. الو ده واحد ابنه اتخطف من ايريك ده. اوكي مش فاكر انا ممكن انقذه ولا حاجه. واحد ابنه اتخطف من ايريك وكان فاكرني انا ايريك وبيقول لي خلاص كل الاطفال اللي في القريه انت خدتهم خلاص ما عندناش اطفال تاني. فالست قالت له لا انا بدور على ابني. فلا لو ابنك اتاخد من ايريك فخلاص ابنك راح منك للابد انسيه. اوكي تقريبا ايريك ده يا جماعه كان بيجمع الاطفال عشان يديهم للوحوش عشان يضحي بيهم عشان بقيه القريه ما تموتش. وكان بيجي كل 10 سنين تقريبا وجالهم 5 سنين بدري في مره وهم اتضايقوا من الموضوع ده وقالوا ان هو بدا ياخد اطفال اكتر واكتر وقالوا ان هم بيكرهوا ان هم يشوفوا بيت ايريك اللي فوق التله. اي تله؟ في بيت في تله لوحده. Hello? Excuse me. My son's been taken, and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! He's done! ايه ده ماسك جمجمة؟ جمجمة طفل؟ أو هيكل طفل؟ I'm looking for my son. ببحث عن ابني. Old man with a white beard took him. في راجل عجوز بدقن بيضة أخده. This way. Please, ومش من هنا. Have you seen them? أرجوك هل شفتهم؟ He's done! انتهى. Don't you see? You شايفة؟ son. You shan't take her from me now, Eric. You shan't take her. ده قتل بنته عشان إيريك ما ياخدهاش. I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? القرية كلها مقتنعة إن أنا إيريك. Please, I need to know. The wolf. You simpering bitch. بيقولها الذئب ايتها العاهرة الذئب. Was to take my little one to appease the great wolf, but I sent her on with a kiss. I sent my little girl on. إيريك كان بياخد الأطفال عشان يديهم للذئب وده قتل بنته عشان ما تتاخدش عشان ما تتاكلش. بيقول أنا إن هو ادالها بوسة وقتلها. God,
tell me that's your daughter. أرجوك ما تقوليش إن دي بنتك. What you made me do. شوف أنت عملت إيه. بص عليها. Hateful bitch. يا جماعة الراجل اللي بيتكلم عشان أنا إريك. My beautiful mom. Oh Christ, no. I had to do it. Tell me I had to. Bastard, bitch. The wolf will never accept a child so cold. بيقول الذئب مش هيرضى بطفل بارد جسمه بارد كده. أرجوك أرجوك. اللعبة دي لو كان عملها استوديو أكبر كانت تبقى عظيمة والله. لغاية دلوقتي مستمتع جدا بفكرتها بس أوكي. أنا شايف ريفليكتر جديد. هل نوكن ده لسه في المية ولا مش هنا؟ كارل لوجو. My heart was aching for Espen, but after I left the village, my heart started to harden. I was still frightened and scared. بتقول لسبب ما. Small and alone, but I was also angry. This man Eric had taken my son. He lured Espen away while I slept, and it wasn't the first time. He had poisoned the whole island. He was dangerous. I didn't know what I was going to do when I caught up to them. I just knew I wasn't going to let this man take one more child. Luring people in with a neat plan and never stop. Must be fiddle of vessel freak himself. يا جماعة الفيولين ده الكمانجة دي كان بيتلعب بيها موسيقى بتخلي اللي يسمعها مش قادر يقاوم نفسه لازم يرقص ويروح لها. ودي كانت من طريقة خطف الناس أصلا. يعني دي كانت من طرق خطف الناس في الجزيرة دي. وغير كده بتقول إن هي بعد ما عدت على الجزيرة بعد قصدي ما عدت على المدينة لسبب ما قلبها نشف. قلبها بقى من حجر أكتر بس كانت خايفة على ابنها في نفس الوقت. والراجل ده كان صعبان عليها في الأول بس بعد كده ما اهتمتش وبقى همها كل إن هي تنقذ ابنها وخلاص. يعني هي كانت مهتمة جدا وصعبان عليها وكل حاجة ومرة واحدة خلاص قررت إنه لا. إيه ده بقى؟ ده الذئب أعتقد كان بيهرب فوق شجرة وأهل القرية كانوا بيحاولوا يحاربوه. ده اللي انا فاهمه من الرسمه. يعني شايفين ده الذئب اللي في النص اللي في النص ده. اوه انا شايف ايه ده الشجره عامله كده. ايه ده هلو اوكي. هل اقدر اخد الفاس ده منك؟ لا. انت وحش طيب ولا ايه طيب؟ انا مش عارف مش فاهم والله. هو منور كده ليه؟ هل في حاجة هنا؟ مفيش حاجة هنا. اوكي اوكي ماشي. اوبا ايه اللي حصل ده؟ ما ينفعش نحمل منها الشجرة دي في جيم اوف ثرونز. اه اوكي الو ايه الصوت اللي حصل ده؟ اوكي ده البيت اللي بيولع. احنا كده ماشيين صح احنا كده ماشيين صح. ايه المكان ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده مش فاهم؟ الناس دي ماتت من الجوع يعني ولا ايه؟ شكلهم رفيع جدا. المكان ده ايه ده ايه ده الراجل ده مات كده ازاي؟ لحظة واحدة تقريبا كان مزنوق ومات من الجوع. تقريبا كان وزنه تقيل ومات من الجوع اصلا. ايه ده؟ ودول وصلوا فوق ازاي اصلا؟ انتحار جماعي. ايوه واضح ان هو انتحار جماعي فعلا. القريه كلها انتحرت؟ تعال نشوف البيت اللي منور هناك ده يمكن في حاجه.
لا لحظة قبل ما نروح هناك. اللعبة مش عارفة تستحمل، افهمكم دلوقتي لو الناس بتطور العاب افهمكم ليه اللعبة بتهنج شوية. اوكي، شايفين النار دي وشايفين الشلالات والحاجات دي، البارتيكلز دي لو انت حاططها غلط او جايب حاجات بتاخد من يعني من الاخر كده، ده اوبتمايزيشن. فالنار دي ممكن تكون اصلا بتأثر على اداء الجهاز، حتى لو انت جهازك قوي ممكن تأثر جامد. بس والشلالات دي يعني دي جنب ده مصيبة كارثة، فعشان كده بيحصل كده. يعني بص على ده كده هتلاقوا الصوره سموث، بس لو جيت الف بقى وابص على النار والحاجات دي في نفس الوقت، بص شايفين كده الصوره عامله ازاي بتقطع ازاي. بص بقى لو جينا هنا نبعد عن كل حاجه، ماشي اوكي، مثلا هنا اوكي، بص بقى هنا شايفين الفرق، لان احنا مش مضطرين نرندر حاجه قدامنا. بس اوبتمايزيشن از كي. احذر اوكي، احذر. هولد راب يمشي في الاراضي دي، هياكل اي هتاكل اي حاجه تقدر تمسكها. اوكي، هولد راب دي جن بنت او جن ست، لو لازم تمر لازم يكون معاك شعله فيها نار في طول الوقت، لان الوحش ده بيخاف من الضوء. هيتس ذا لايت. اوكي، انا محتاجين مش نار، لا اضاءه او ضوء. اوكي، لا ولع الكشاف ما تحوريش، في وحش هنا ممكن يودينا في داهيه. اوكي، هولدرا ولا هولدا، هولدا ولا هولدرا، نسيت اسمها اصلا. القريه دي ملبوسه، القريه دي فيها كل انواع الجن والله. هاي استاذه هولدرا، استاذه هولدرا، فوزبورو. استاذه هولدرا بلاش تخفيل، ابوس رجليكي ولا حوافيرك ولا مخلبك ايا كان. تراي هارد مود اكتيفيتد. لوكن دي انا سمعت صوت والله في الميه. اجري اجري. ايه البوابه دي؟ ليه الموسيقى بقت رعب زياده؟ في ايه والله؟ اوكي، البيت اللي بيولع هناك، الدخان واصل لغايه هنا. كل الالفاظ الخارجه ممنوعه في البث. دي سمع حاجه، انا سمع حاجه والله. اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده حرفيا جن. ورايا اهي اهي اهي، ده جن اهبل تقريبا. هو فين؟ اوبا، ده بيسبون في اماكن مختلفة، الله اكبر. ها امشي امشي زي ما قال من رب الرحيم. والله نجري وراك يا كلب، تعال انت فين؟ راح فين؟ ورايا. امشي 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 امشي، اعوذ بالله من الشيطان، امشي. ده جن نوب تقريبا. جن نوب والله. وفين؟ جن بوت.
اعتقد عدينا منه. اوكي الجزء ده كان سهل جدا الصراحه. كنا عبيطة والله. ماشي. هي ليه القرية ما حاولتش تمسكه وتولع حوالين نار وخلاص؟ It sounds like a cliche, but I thought monsters were just in books and movies, in our dreams. But on the island, there were monsters everywhere. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave, and Eric had taken my son. Okay. I wanted to hurt them all. I wanted to just. I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? بتقول إن هي كانت عايزة تأذي كل الوحوش اللي شافتهم دول وعايزة تأذي إيريك، هل ده بيخلي منها هي كمان وحش ولا لأ؟ هو تقريبا ده منفى الجن يا جماعة. يعني لما واحد بيكون لابسه جن وبعد كده بيطلعوه منه بيروح هنا بقى بيجي يعيش هنا يقعد يقرف اهل الجزيرة كلهم. لو في جن بيتفرج على ال الستريم ده انا عايزك تفهم ان احنا اخوات يعني. يعني احنا مش قصدنا نبقى عنصريين معاكم ولا حاجه، بس هي الالعاب كده يعني. متاكد انتوا عندكم العاب مثلا ان البشر مثلا بيطلعوا حد العاب الرعب عندكم ان البشر بيقروا قران جنبكم مثلا حاجه، انا عارف. ولو لقيتوني يا جماعه مش عامل ستريمات بكره وبعد بكره عارفه انا اتلبست من جن مش معاك بالكلام اللي انا بقوله ده. اوكي التايمينج يا اخوانا. التايمينج والله انا ما اعرفش انه عايش او ما اعرفش انه هو لسه موجود. انا كنت فاكره في الحته اللي ورا وخلصناها خلاص. بلاش يا جماعه كلمه دبليو تي اف دي، كانك كتبت اللفظ يعني، فبلاش. شيل التايم اوت من عليها يا شعره، بس نبهه بس. شفت النوب عامل فيك ايه؟ ما انا نوب برضه. مشكلة ان هو جه عمل ستيلث اتاك كده اوت اوف نو وير، انا سمعت الصويتة بلف ابص ناحيته لقيته بيمسك فيا. شفت الكشاف طري ازاي اصلا؟ اوكي. بصوا الكلمة ما بقاش يعمل صوت قبل ما يجي، عشان كده ما سمعتهوش يا اخوانا. عشان كده انا ما بص بيجي منين؟ تعال 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 سلام قوله من رب الرحيم. انا شايف نور. انا شايف نور. اوكي. خلاص؟ اللاج ده اللاج ده ممكن يكون معناه ان اللعبه بتعمل سيف، ممكن. اتمنى اكون اللعبه عملت سيف. اوكي. خلاص. الصوت وقف. اوه اوكي. تشيك بوينت، تشيك بوينت، تشيك بوينت. اوكي. افتح يا سمسم. يا لهوي. الصريخ، الصريخ بتاعها. انا مش قادر استحمله خلاص. الصوت بيجيب معاه
The sound carries so strangely up here and there. الصوت غريب جدا هنا فوق التلة. أنا بسمعها بتمسك طيور وبتنادي على her mate اللي هو الزوجها يعني من الآخر اللي راح من زمان. زعلانة عشان فقدته وعشان عينيها اللي راحت منها. يعني هي مفروض عام يا جماعة. Seems the herd set a trap some days past, lured her near. اوكي هقول لكم يا جماعه بتعمل ايه. البت دي الوحش الغريب ده ماشي وحد فعلا يشوف جثته يعمل كده هتاكلهم. الوحش الغريب ده اهل القريه حاولوا يمسكوه ودوه عند البرج. ما اعرفش البرج فين. راحوا للبرج حطوا تحت البرج غربان كتيره ميته ماشي وحطوا فوق الغربان دي زفت اللي هو التار ماشي. التار ده حاجه بتتحرق بسرعه اوكي. اول ما هي راحت تاكلهم وقعوا عليها التار ده وبعد كده حاولوا يضربوها بسهم بيطلع نار عشان تتحرق بس الايم بتاعهم كان زباله. هم عارفين قالوا كده في بتاع دي هاف باد ايم بس ايمهم تراش ماشي. بس ففي ايه يا اخوانا ليه كل البانز دي ليه كل البانز دي والله عمل ايه. المشكله ما بقتش اقدر اشوف مين قال ايه. بس قال حاجه عيب يعني هو الولد غلط غلط جامد يعني. في من دول كتير عادي يعني. Eric told us tonight لحظة. Eric told us tonight of the pact on the war long ago. So you can hear the terror of Ragnarok يا جماعة all around even as our people were brought here to see the earth shook here structures. Asgard ايه ده راجناروك واسجارد وكثور هنا ولا ايه؟ From the sky over the mountain مش عارف ايه. Fenrir killed Odin. اوكي فينرير قتل اودن. Laid waste to nearly all the one. في معاهدة سلام يا جماعة ايريك قال لهم عليها. كان في حرب قديمة وايريك حكى لهم على معاهدة السلام. The dead lay restlessly there, forgotten by everyone. When my father died, we buried him and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. المهم برضه بعتوا ناس للكهوف عشان تحاول تحارب الوحوش دي يا جماعه. وساعتها كان اول مره يواجهوهم واكتشفوا ان هم عمالقه بشكل غير طبيعي. يعني اكبر من الرجاله بتاعتهم بمراحل. فده الكلام اللي كانوا بيقولوه هنا. بس. ايه ده؟ Okay. Is it the urn? A ram's horn. Brothers, I found a ram's horn. Okay. والله هنا في أساطير اسكندنافية اسكندنافية في الموضوع. هو اسكندنافيان. أنا بعرف أتكلم إنجليزي بس، okay؟ هو في اساطير اسكندنافيه في الموضوع. والسبب في كده ان احنا دلوقتي اصلا بنلعب في غرب النرويج. اللي بيحصل ده كله في غرب النرويج، اوكي؟ احنا جينا من فين يا اخوانا؟ احنا جايين من هنا ودخلنا كده. اوكي المفروض ننزل تحت هنا. نعمل 180 هنا. المفروض نروح هنا بطريقة ما تقريبا والله أعلم. ولا لأ؟ مش عارف الصراحة. تعال نشوف ممكن من عند البيت هناك. نخش شمال ولا حاجة.
رايكم في اللعبه ايه؟ انا مش شايف انها رعب بس شايف انها مثيره للاهتمام شويه. وادي شجره تانية اهي، شايف انها مثيره للاهتمام شويه. ما اعرفش الشجره ده ايه لازمته الصراحه. يعني انا عايز اعرف ايه اللي حصل في المدينه دي، او وصلوا لايه، او اريك ده هيعمل ايه بابني، او بس الاول عايز اعرف اطلع من هنا ازاي. هي مش مرعبه بس قصتها حلوه، غموض، ايوه ثريلر يعني. يعني مش 18 بلس من الاخر، لا مش 18 بلس خالص. انا كنت فاكر فيها بقى جن بقى وحاجات، يعني حاجات صح يعني مرعبه يعني، عشان ده اللي كان واصل لي عنها. هي فعلا تريلر، فعلا تريلر. اوكي، واحنا جايين من هنا، احنا وصلنا من هنا. اوكي وصلنا من هنا، طلعنا فوق. مش جامب سكيرز. بالظبط. بالمناسبه يا جماعه، كان في ستريم حلو كنت عايز اعمله لكم بس للاسف مش هقدر اعمله. هحكي لكم ليه دلوقتي. كان في بث عايز اعمله لكم عباره عن اني بكون بي سي، بجمع بيس. ترى في ايه فوق هنا؟ ده تشيك بوينت. طب معلش والله انا عايز اروح اشوف ايه اللي هناك ده. بس بي سي سيميليتر. لا انا معايا مكونات بي سي حقيقي. ما اعرفش لو نزلت البتاع ده هتشوفه ولا لا. انت شايفينها اهي معايا مكونات بي سي حقيقيه، مكونات كامله ماشي. بس في حاجه بقى كنت عايز اعمل لكم ستريم وانا بكونها وانا بجمعها. ده بي سي لاختي ماشي، اختي مهندسه معماريه، فده بي سي ليها عشان تعرف تعمل ديزاينز وحاجات كده. عمل لها بي سي بتاع كرييتر، مش بتاع جيمنج خالص. يعني انا شايف انه غلط انك تلعب عليه جيمز ماشي. بروسيسور محترم وكل حاجه محترمه يعني، حتى كارت الشاشه بتاع الديزايننج بتاع ريندرنج. بس للاسف ما اقدرش اعمله لان انا محتاج استخدم كارت الشاشه اللي انا جبته لها سبته في عمان، وبقيت الحاجه معايا هنا. فانا هبعت لها الجهاز ده لغايه هناك وهي تركب كارت الشاشه بنفسها. فكارت الشاشه انا ما ينفعش اشغل البي سي اللي انا بعمل منه ستريم بدون كارت الشاشه، فمش هينفع. لان انا هطلع كارت الشاشه اللي هنا احطه في الجهاز عشان اجربه، فمش هينفع اكونه، فاهمين؟ بس فللاسف مش هينفع اعمل الستريم ده خالص. للاسف. كان ودي جدا اعمله لكم الصراحه، بس للاسف مش هقدر. اوكي، ما اقدرش اروح لها. اوكي، المفروض ان الست دي بتنقي الارض من الجن وبتلف حوالين مكان على طول يعني. بس مونتاجه بس يعني. ايوه لا مش مونتاج، ريفت 3 دي ماكس الحاجات دي. اوكي، في صوت جديد. وانا الصراحه شربت حوالي 2، انا شربت لغايه دلوقتي 2 لتر ميه في الاستريم ده، 2 لتر ميه. فاروح امام واجي تاني. اوكي، ايه ده؟ مش دي يا عم، دي بتاعت القهوة دي. ايوه هي دي. اوكي، بما اننا شبه وصلنا نص اللعبه. اوكي، ايه رايكم نعمل شير ونقول للناس ان احنا عاملين ستريم وكده؟ يعني دلوقتي زي ما عملنا امبارح، لما عملنا كام امبارح زدنا 100 اسمه ايه ده، متفرج مشاهد. فايه رايكم في الموضوع ده؟
غير كده عندي خبر حلو تاني، وهو ان ان شاء الله ان شاء الله جالي خبر دلوقتي انه اولا المرش التيشيرتات والحاجات دي ان شاء الله هتكون متوفره في الوطن العربي كله، مش بس في اسمه ايه ده، مش بس في مصر يعني، في الخليج موجوده يعني كمان. تاني حاجه مش متوفره في العراق، بس انا عندي بديل، عندي حد كويس هيساعدنا في الموضوع ده، انس هيساعدني في الموضوع ده. تالت حاجه هيشوفوا موضوع الجمعيه الخيريه ان شاء الله، يعني هم دلوقتي هيشوفوا جمعيه خيريه ويساعدوني ان انا اتبرع عليها كده على طول خلاص من غير ما الفلوس تيجي لي حتى. فان شاء الله خير ان شاء الله، نكسب ثواب من ورا الموضوع ده كلنا، مش انا، انتوا معايا يعني، انتوا معايا في الموضوع ده. وبس انا بس هفتح الفوتوشوب، اكتب مستمر البث واحط الصوره زي امبارح ونتوكل على الله. وانتوا كمان اعملوا شير، حطوا الاستريم على اسمه ده، على الجروب كده يعني، تويتر، اي حاجه اي حاجه. اسمي الحقيقي ايه؟ بسطويسي، ابعطي بسطويسي. البث مستمر. كل ده عرفت لما روحت الحمام. كل ده عرفت لما روحت الحمام. لا قريت واتساب بسرعة كده. ماشي، انت عامل ايه يا بيست؟ انا مبسوط وفرحان وجميل وسعيد بوجودكم. انا ملاحظ ان في ناس كتيرة بدأت تعرف تتفرج على الستريم، ودي حاجة مفرحاني، ان انا اخيرا اعتقد ان انا لقيت سويت سبوت، اعتقد يعني، لان لما شفت الاستريمات اللي نزلت على يوتيوب الجودة حلوة، فده معناه ان احنا ما اصلناش على الجوده قوي. عشان اطلب الميرش لقيت الشحن لوحده ب120 جنيه. الو، انت عايش فين يا ابني؟ انت مش في اسكندريه يا حبيبي؟ الواد شعره يا جدعان، لما شفته كنت هتفشخ ضحك عشان شعره كبير قوي. ستريم الرعب مستمر. كل انت انا احسن ستريمر بوجودك يعني، مش عارف اقول ايه والله، كنت عايز اقول حاجه كيوت ومش لاقي حاجه اقولها، كنت اقول له انت احسن ستريمر، بس انا مش عارف على اساس ايه اقول له كده. ستريمر رعب لسه مستمر، الكل يجي. من هنا توت. حلو قوي. هو الاستيكر 5000 بوستر مش كده؟ هو بوستر مش استيكر يا جماعه، ده اللي اعرفه يعني، بوستر ليه حجمه يعني. بس انا غالبا هعمل فيديو قريب يعني، انا هعمل فيديو اصلا على يوتيوب اشرح لكم انا كنت موقف فيديوهات على يوتيوب ليه وكده، وبعد كده اسمه ايه ده، وبعد كده اقول للناس بقى على الـ على الـ على الميرش وازاي يشتروا الحاجات دي. بس انا عايز الاول اتاكد انه هيبقى الربح للخير، بس لو اتاكد من المعلومه دي بتبقى حاجه حلوه، لان انا عايز افهم الناس ان انا مش بحاول اكسب فلوس يعني. يعني في ناس كتير اصلا عماله تقول لي ايه ده التيشيرت بسعره كذا وانت عملت كذا. يا جماعه لا، انا مش فارق، مش انا اللي محدد السعر اصلا يعني، فعلا والله مش انا اللي محدد السعر. انا مش عارف ليه الناس زعلانه من الموضوع ده. انت لو دخلت على الموقع هتلاقي كل التيشيرتات بنفس السعر. بس فدي الفكره يعني، ده الحوار يعني. بس المهم انا عملت شير في كل مكان خلاص، يعتبر ما عدا الديسكورد مش فارقه. خلينا نكمل الجيم مع بعض. اوكي، اخر حاجه حصلت ان احنا سمعنا صوت غريب جدا، مش شايف في كهف هنا. الو، ايه الصوت اللي حصل ده؟ هي بتنزل تلج هنا؟ بتنزل تلج هنا؟ ايه؟ looks dangerous. اوه انا اسف، اللعبة. اوكي، بتنزل تلج ورا هنا. بروفيشنال ستريمر. اوكي. في تلج هنا، شايفين؟ لا للاسف مفيش جراند النهاردة، عشان انا والله محتاج انام. انا محتاج انام يعني بدري النهارده. جي تي اي بتاخد مني وقت كتير، فعشان كده مش هينفع. بس
كويس انك عملت شير. اي خد اوكي. لا الحته هنا تلج فعلا. اعتقد ان احنا طلعنا في الجبل فوق شويه. تخيل كان حصل احسن مشهد في اللعبه مثلا وانا جايب السين التاني ده. الو الو، ايه الاصوات دي؟ ايه الاصوات دي؟ اصوات جديده على فكره. اوكي انا فاز كان مجرد سؤال مش وجودك. اي سؤال يا عم شيكا؟ ما شفتوش والله. لو في سؤال انا تجاهلته انا اسف، فانا ما شفتوش. مستر فيلز از ان ذا هاوس. انتاير ستريم دازنت كير يا مستر فيلز. منور يا مستر فيلز. لو انت تخيلته داخل بيقول سامع، عارفين الفيديو بتاع انا ساعتها في جراند ولا لا؟ اوكي اوكي. اعتقد ان اجابتي او يعني ردة فعلي على سؤالك بتوريك ان انا فعلا محتاج انام بدري شوية. انا برهق نفسي بالستريمز دي. الو ايه ده؟ ايه ده والله؟ او ماي جاد او ماي جاد. ايه ده؟ صراع الجبابره، اديله على حنطور عينه. اوكي ده قتله. جي جي ايزي يا اختي. مالهم مسكنا يعمل فيه ايه والله؟ الترول التاني ده فين؟ انت كويس؟ يا ترول! لا حول ولا قوة الا بالله. صباعي باين ولا لا؟ صباعي ده باين لونه مختلف، الخط المختلف ده ولا لا؟ شايف؟ انا دوست على زرار الاسكيب بطرف صباعي من الخضه بقوه غير طبيعيه والله العظيم. صباعي في خط دلوقتي كده. تمام يا دوني، عملت مس كليك كده غبي. لا انا مش هلعب لعبه غير دي النهارده، انا اسف انا اسف. اوكي هو دريك كبير. مش عارف. بليز مان بليز مان. شايف انا مش موجود ازاي؟ هو قاعد عليا ولا ايه؟ مستي بول اللعبه. اوكي 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 اهو انت. اوكي اوكي اجري. في مقبرة سيوف هنا. ما علينا. Let's go up. بو. انا مش مصدق ان البو دي بتخضني. انا مش مصدق ان البو دي بتخضني والله. ده انا كده ومش معلي صوت في ودني جامد. انا كده عليته زياده. اوكي ايه المكان ده؟ موسيقى حلوه قوي. اوه تشيك بوينت. موسيقى حلوه قوي.
لا دي مش اعلى اضاءة في اللعبة، بس المتابعين طلبوا ان الاضاءة تبقى كده عشان يشوفوا اللعبة بنفس منظوري. موسيقى حلوة انا بيتهيألي. وقتها حلو يعني بعد الحتة اللي فاتت بيفصلوا الجو. اعتقد ان احنا طالعين لبيت اريك يا جماعة اللي فوق الجبل، انا لسه فاكر دلوقتي اريك عايش فوق الجبل واحنا طالعين لبيته. النهاردة اكلت حاجة قذرة جدا متوقعش انها تعجبني ابدا. الله يا جدعان على اورورا، العمل لسه زي ما هو مكسور. ماكدونالدز يا جماعة هنا في الامارات بيبيعوا، لحظة اجيبها لكم والله ولعكم. لحظة اوكي دي النهارده حبيت ادلع نفسي فجبت ماكدونالدز. تمام، ماكدونالدز بيبيعوا هنا كور اسمها ماكن تشيز بولز، حرفيا عباره عن كور محمره جواها جبنه ومكرونه، اعفن حاجه سمعت عنها في حياتي وطعمها حلو بشكل غير طبيعي. عك مصري حرفيا. عك مصري والله. Eric's house. Maybe Espen's inside. Ooh, the bit Eric, come on. Ooh, بصوا الكافة شكلها تعبان. اللعبة فعلا فيها أفكار حلوة فشخ والجيم بلاي بتاعها لطيف، مشكلتها في الجرافيكس وبس والكاركتر مودز والحاجات دي. اوكي هنا في باسورد مش عارفينه لسه. اوكي مام ايه ده اريك اسمي اسمي اسبن. يو فاوند ماي ريفليكترز. بيقول لماما انت لقيتيني. اي فاوند ايوه انا لقيتهم يا راجل صغير. هل انت كويس؟ ديد هي هيرت يو؟ هل اذاك؟ ماما انا كويس. يو شور؟ يس اوكي اوكي هو كويس. وي هاف تو جيت اوت اوف هير رايت ناو. لازم نهرب من هنا ماما. هي كود بي باك اني مينيت. ممكن يجي في اي لحظه. علينا نجري. Mom. لازم نجري يعني ماما. Don't want to get cornered in here. مش عايزينه يمسكنا. ماما اسمعيني. What? We ايه؟ have to go. لازم نمشي. Mom. ماما. I'm not going. انا مش همشي. Huh? ها؟ What do you mean? قصدك ايه؟ I can't go with you, Mom. ما ينفعش اروح معاك يا ماما. I left the trail for you so I could say goodbye. انا سبت لك طريق عشان اقول لك الى اللقاء. اسبن. You don't know what he's going to do. انت مش عارف هو هيعمل فيك ايه؟ I've seen things. انا شفت حاجات. Read things. وقريت حاجات. I think he's going to try to kill me. اعتقد ان هو هيحاول. انا عارف يا ماما. I know what he's gonna do. انا عارف هو هيعمل ايه. And what I have to do. واللي انا لازم اعمله. اسبن. اسبن. يعني الولد عارف اللي هيحصل وموافق. هو جاي. Hide. بسرعة استخبى. بص يا جماعة حاطط وش ترول على اليمين قتله. You should not have come here. ما كانش لازم تيجي هنا. You took my son. انت اخدت ابني. ايه ده في ايه؟ You're a murderer. انت قاتل. You take children. بتاخد الاطفال من بيوتهم. The fate I suffer is not one I enjoy. Nor is it one I have. بيقول لها انا مش بستمتع باللي انا بعمله ده وما عنديش اختيار فيه. You suffer. بتقول له مصيرك انت بتعاني منه. Children. والاطفال دول. كل الاطفال دول. Children. They are chosen. تم اختيارهم. They must لازم يجوا معايا. Some of them, like your brave son. في منهم زي ابنك الشجاع بيختار ان هم يجوا معايا. دول اطفال يا ايها الوحش. بتقول له انت بتخدعهم وبتجيبهم هنا. انا مش بكذب. بقول لهم اللي لازم يحصل. مفيش وقت دلوقتي. الشمس قربت. We must leave. أسبن لازم نروح. ابعد. ما تلمسوش. ماما مالكيش دعوة. It's going to be okay. كل حاجة تبقى تمام. No, don't لا. hurt her. ما تأذيهوش. Run, Espen. اجري يا أسبن. You cannot protect him any longer. مش هتعرفي تدافع عنه أكتر من كده. أوه. Mom. أوف. No. هاشتاج أوف إن ذا شات. I'm sorry. أنا آسف. الواد إداني سكر بانش كده مش طبيعي. اسم اللعبة إيه؟ اسمها Through the Woods، من خلال الغابة.
Espen. Espen. Oh, bastard. اوكي هل الراجل ده سايب ورقة هنا ولا اوه better take that key. اوكي خدنا مفتاح ماشي وفي هنا ورقة they're gone. اوه هو بيتكلم عن ان هو كان بياخدهم عشان مضطر ياخدهم غصب عنه هياخدهم لا ما قريتهاش fuck yourself Eric 665 طب ليه ما اقدرش اخد الورقة دي عشان اشوفها 665 اوكي حلو قوي ان هو حاطط قفله بعد كده حاطط الباسورد في بيته يعني 6 6 5 اوكي اقرا But the Fenris Wolf followed us with a mind to devour our safe haven. He and Vidar fought a ferocious battle before Vidar stepped right into the wolf's mouth and took him by the jaws. The prophecy foretold Vidar would snap the wolf's jaw into two, defeating him, but he was too badly wounded, too weary from the battle. He shouted to the beast, Enough, harm this land, not cursed wolf. Let us make a pact, whatever you wish, only leave this land be. وده بداية كمان يا جماعة كان بيحاول يأذي كل الناس اللي على الأرض دي لغاية ما واحد اسمه فيدار بدأ يحاربه، وفيدار ده بيحاربه كان فيه كان فيه نبوءة بتقول إن هو هيقتله وهيكسر فكه الاتنين. لكن فيدار كان اتصاب إصابة كبيرة وما قدرش يعمل كده فعشان كده اسمه ايه ده فيدار ده قال للوحش بس خلاص وقف احنا وانت نعمل معاهدة سلام ايا كان اللي انت عايزه هنعمله خلاص اللي انت عايزه هنحققه وخلصت خلصانة بالشياكة قال له خلصانة بالشياكة قال له خلصانة بالشياكة يا عم فيدار بس اوكي انا مش عارف الصراحه ازاي اوصل للورقه اللي احنا ما قريناهاش بس مش مشكله طب هل انا محتاج اروح فوق ولا محتاج اخش عند التعبان ده انا ملاحظ ان في طريق هنا وفي سيف هنا بتاع ستار وورز تقريبا ولا ده ايه ده ايه ده والله حرفيا ده سيف ستار وورز تقريبا ما اعرفش ايه ده بيعمل ايه هنا في اللعبه ايه ده ده عروسه لعبه اوكي وكورة ونحلة وعروسة تانية فعلا ده سيف ده سيف فعلا دي ألعاب أطفال يا جماعة كلها ألعاب أطفال What the hell What the hell? I was going to kill him. كل دي حاجات أطفال ماتت ومن من 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 عهود مختلفة أو من سنين مختلفة يعني في ألعاب قديمة جدا عبارة عن خشب في جيم بوي هنا حرفيا في جيم بوي في عروسة عادية في سيف ولو بصينا هنا هنلاقي لعبة معمولة من الخشب زي ألعاب زمان بتاعت الفايكنجز والحاجات اللي هي الاسكندنافيان دي خلينا نقرا هنا مكتوب إيه أسامي الأطفال يا نهار أبيض حرفيا دي اسامي الاطفال كلها في واحد اسمه قلب عزيز تاني واحد على طول قلب عزيز اوف ايه ده الاطفال كانت بتكتب اسمها بنفسها ايه ده ايه ده ده كاتب كل حاجه يا جماعه ده كاتب كل طفل كان جاي بنفسه ولا لا يعني كان موافق على اللي هيحصل ولا لا ولا مخطوف وكاتب كان بي كان بي بي يعني ايه الملكيه بتاعته يعني في واحد كان عنده لعبه سبايدر مان في واحد كان عنده ريوبكس كيوب في واحد كان عنده دبدوب باندا بصوا اخر واحد اسبن اخر واحد ده اسبن شايفين كاتب اسمه ازاي كاتب اسبن دال وعمل السمايلي فيس اللي كان عامله في الرساله لينا ميل كان موافق ملاحظاتها عنه ولد شجاع وذكي اول واحد يسيب وراه طريق وفكأني ما خدتش بالي ان هو بيسيب وراه طريق لمامته يعني هو كان عارف ان احنا جايين طب ليه كان سايبنا نيجي ليه كان سايبنا نيجي والله غريبه قوي غريبه قوي 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 قوي
لعبة دي حلوة على فكرة، أنا انبسطت استمتعت جدا يعني، ليها قصة حلوة. عشان تنقذ ابنك، ما ظنش هو عايز ينقذ ابني، لأن لو أنقذناه خلاص اللعنة هتسيطر على المكان كله. إيه الأخضر اللي هناك ده؟ مفيش حاجة هنا، مفيش حاجة هنا، معرفش إيه الأخضر ده الصراحة. أوه في باب هنا نقدر نفتحه بالمفتاح اللي معانا؟ لا ما اقدرش امشي من هنا. اعتقد ان ده طريق الهروب بعدين. لو اول لحظه ايه اللي تحت هنا ده؟ ايه المكان ده؟ احنا كده مشينا صح. فايت كلوب جالي اتشيفمنت اسمه فايت كلوب. شكل اللعبه حلو كده، لحظه شكل اللعبه حلو كده بجد، شكلها حلو كده جدا كمان. ماشي خلاص، بس بشوف حاجه في الموبايل في السريع. بس يعني هتعمل بطولات بوب جي؟ والله ما عنديش خطه حاليا، ممكن بعدين بقى ان شاء الله لما اعرف اظبطها. اوه هم هناك، هم شايفينهم النور اللي منور هناك ده، هم اوكي. بس حاليا ما فيش اي خطه لاي بطوله ببجي، مش بس نبقى واضحين. ايه ده؟ الذئب اهو. شفتوه؟ اوكي الراجل بيحارب الكلب على فكره. مش المفروض نمشي من هنا، انا كده هخرب اللعبه. نروح لهم من فين؟ اجي لهم ازاي يا اخوانا؟ من هنا مثلا؟ نروح لكم ازاي يا اخوانا؟ ولا من هنا ولا ايه؟ اوكي صح كده. اوكي جسر. في صوت من هنا. في وحش تحت هنا تقريبا. هما فين؟ فاكرين الاتنين الجن الاخوات بيتكلموا بيقولوا ان هما شامين ريحة لحمة دافية وخايفة فوق، وبقالهم كتير قوي ما كلوش حاجة غير أرانب، وعايزين ياكلوا اللحمة دي، وهيبقوا مبسوطين جدا لو اللحمة دي حاولت تهرب منهم عشان يبقى طعمها ألذ. ده اللي هو أنا اللحمة. أوكي. طبعا كانوا بيتكلموا لغة مش مفهومة يعني، أو يعني ممكن معرفش لغة الفايكنجز ولا إيه. أوكي تشيك بوينت كويس. بيست اللحمة. ربنا يستر. بس هناكل اي جزء الاول؟ ابدا دايما من الرجلين. جايين مصلوب يا رب. ليه
What the hell? لحظة، الذئاب هي اللي بتتكلم يا اخوانا ولا ايه؟ هي الذئاب هي الجن؟ انا شايفك. ايوه الذئاب هي الجن. اعمل ايه طيب؟ هيدخل هنا؟ لحظة، ايه المرسوم هنا ده؟ لما بيكون تحت القمر بينور. ده اللي انا فهمته يعني من اللي قدامنا ده. اوه، انصرف انصرف. ماشي ولا ايه؟ اوكي جاي تاني. طب انا اعمل ايه؟ اوكي، بيخاف من النار، بيخاف من النور، بيخاف من النور. اوكي. اتصرف. خفت منه والله. اتصرف. يقول له خلي بالك هي معاها نار. مش عايز اتغفل، والله ما عايز اتغفل. 360 نوت تخفيل. اوكي. ده الجن البوكيمون يا جماعه. يعني الكافي كله ماشي على الخشبه دي. سمع صوت خطوات رجل. تشيك 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 بوينت بليز. تشيك بوينت بليز. اوكي طلعنا برا. ماشي. تشيك بوينت بليز. 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 اوكي اوريدي. اوكي ده بيطلع نار عند الشمس، ده بيطلع نار عند القمر. اوه تشيك بوينت اهي. يا جدعان ما تقوليش ان في بوس فايت هنا. ما تقوليش ان في بوس. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. اوكي هما بيتريقوا عليا. يعني هما هي بتكلمهم بتقول لهم ارجوكم انا عارفه انتوا ايه قصتكم وعارفه ان انتوا محبوسين هنا وانا بس عايز الاقي ابني. فبيقولوا بص الجبانه بتحاول تخلينا نساعدها وبتحاول تخلينا تخليها تصعب علينا. ده هيخلي طعمها لذ. واضح ان هي بتمشي ورا الراجل. اوكي. بيقولوا البشر بيحاولوا دايما ينقذوا اولادهم وبيحبوا ابنائهم. هي امشي. اوكي واضح انا المفروض ما اعرفش منه بالنار. اوكي هم دلوقتي بيتكلموا يا جماعه، كانوا بيقولوا شوف عايزه تروح تواجه الراجل اللي عايز يقتل ابنها. هم كده البشر. البشر بيحبوا اولادهم جدا وبيحاولوا ان هم اسمه ايه ده؟ ينقذوهم دايما. هم طلعوا يجروا ودخلوا جليتش. Don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. I'm scared. امشي بقى زي اخوك بقى، ما تبقاش وحش. ايه ده؟ الوحش ده غبي قوي.
اوكي Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. يا حكاوي الجمعة الجاية. مين قال إن في حكاوي الجمعة الجاية؟ مين قال؟ مين قال؟ لو في حكاوي الجمعة مش هقول لك إيه. ده بيخاف من النار التاني لو ده بيخاف من النور العادي مش النور النار اوكي اوه اوكي اوكي المفروض نمشي من هنا ايه ده ايه ده جري 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 اوكي هو الكشاف مش شغال ولا ايه ايه ده باسترز اي كان هيلب يو جست بتقول لهم اقدر اساعدكم ارجوكم بيقولوا اعتقد ان هي بتحاول تعمل معانا صفقة يا اخويا ايه رأيك انا معايا مفتاح انا اقدر افتح واحد من الابواب مع واحد من الابواب اريك من مفاتيح اريك هل نقدر نشوفه تقدر تحررنا اخيرا ها اقدر اطلعكم من هنا بس تسيبوني في حالي ممكن نقدر نوصل لاتفاق انا اعرف طريق الكلام يا بشريه هل عايزه تعملي معانا صفقه اقدر اطلعكم من هنا لو هتسيبوني في حالي تقول لها انت عارفه هنعمل ايه لو طلعتيها من هنا في الجزيره تقول لهم انا مش مهتمه بالجزيره انا بس عايز انقذ ابني تمام عندنا اتفاق افتحي الباب اللي وراكي روحي افتحيه احنا هنفضل هنا بعدها تقدر تمشي بس كده ازاي اقدر اعرف انتوا مش هتقتلوني بعدها اوكي 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 افهمكم قالوا ايه في السريع بتقول لهم ازاي اعرف ان انا لو قالوا لها لو فتحتي الباب اللي وراكي احنا هنفضل هنا لغايه ما انت تمشي بامان وبعد كده هنطلع ومش هنيجي جنبك انت وابنك فقالت لهم ازاي اتاكد ان انتوا ما تكدبوش عليا فقالوا لها ما تقلقيش سوري قالوا لها انت ما عندكيش اختيار انت ممكن تفضلي معانا هنا واحنا اصلا مش بنموت فهنشوف مين فينا هيتعب الاول ومين فينا هيتاكل الاول او هيموت الاول غير كده احنا عارفين انت عايزه تروحي مكان قبل ما الشمس تطلع فهل عايزه تطلعي تنقذي ابنك ولا لا انت قرري تمام بس لو حد فيكم قرب مني انا هرمي المفتاح وحاولوا بقى تفتحوه بايديكم اوكي بسم الله شكرا ليك يا مخلوقه صغيره اخويا احنا احرار من الواضح Hey! No! You promised. Oh, hey, come on in. When call it end. Can we have a talk? Scold. الذئاب الغدارة يا اخوانا. الذئاب الغدارة والله. تبا لها. يلا يا اخويا مفيش حاجه هنا نقفلها ايه ده
خلينا نطلع نشوف فيه. ولا جيب واحد عامل سبسكرايب. لاست جيم بالسبسكرايب. ايوه والله تعال. حبيبي يا بيس ما كانش قصدي اضايقك. اي لاف يو اي لاف يو تو. ولا يهمك. حصل خير. اتمنى تكون فهمت بس وجهه نظري. حصل خير هاشتاج لاست جيم الفشيخ في الشات. ما كانش لازم تعمل سبسكرايب على فكره يعني كان ممكن تكتبها في الشات عادي. بس حصل خير. طيب الذئاب ولاد الذين دول غفلونا وعايزين ياكلونا لسه. بس اعتقد ان احنا هربنا منهم. في صوت غريب جاي من هنا. لا اوكي دلوقتي عايزين نلاقي ابننا. هل ننزل هنا؟ اوكي اوه ده احنا شكلنا متبهدل خالص. عشان الراجل ضربنا. طب والله نايس ديتيل والله شكل الشخصية اتغير عشان الراجل ضربها. افتح الباب. اوكي اعتقد انا لو نطيت من هنا هموت فبلاش نعملها. مفيش حاجة هنا. اوكي افتح الباب. في ورقة هنا شوف مكتوب فيها ايه. هو في واحد اسمه بيورن ادى بنته لإريك بنفسه عشان عشان يضحي بيها. فبيقولوا ان هو كان شجاع ان هو عمل كده. يعني في ناس كانت طوعا بتدي لإريك الاولاد عشان يديهم للوحوش. The mire was terrifying. The thought that Espen crossed that place made my bones cold. I missed him. طول مفتقد يا ابني. The marsh sucked all the emotion out of me. I was haunted, hounded by a hopelessness I didn't understand. Okay. I forgot his face. I forgot my own. I sometimes wish I could get it all again. Hello. What is this? What is this? والنعمة. إيش الشيء ده؟ أنت إيه؟ انت ايه والله. اوكي اعتقد نقدر نبعد عنهم ان احنا نجري. ده مين اللي بيشرب من اخر المية ده؟ دول ما بيعملوش حاجة تقريبا الا لو مسكونا تقريبا يعني. انا واحد بيحارب ثعبان اعتقد ده الثعبان اللي كان بيتكلموا عنه. ده ثور على فكرة. ثور كان بيحارب ثعبان كبير. ثور كان بيحارب ثعبان كبير جدا. فقد كانت هناك معركة. لا يا اسطى ما تعملش كامبينج يا اسطى. ما تعملش كامبينج والله. سيبنا لف كده شكرا. في بث تاني للاسف. لا سادلي نوب. هنا ايه؟ جريم دوغ. ايه جريم دوغ ده؟ اسمه ثعبان. الباب ده مالناش دعوة. معاك ايه؟ بيبي. في ناس جوه بتتعذب. كمل طريقنا مالناش دعوة بيهم يا رب يموتوا. هيومن هيلب مي. ايه ده؟ ساعديني يا بشرية. ده كلب كبير. هيومن I have waited, my mistress. بيقولي ساعديني أنا كنت منتظرك. يا إلهي. What are you? أنت إيه؟ إزاي حي؟ Still alive. There's nothing. ما بقاش منك أي حاجة. I am Garm. أنا Garm. Guardian of the gates. حارس البوابة. Guardian of hell. حارس hell. The veiled lady. الامرأة المحجبة. I was those things. أنا كنت الحاجات دي. Too old. بس أنا عجوز جدا. وضعيف جدا وغير مهم. Help me. ساعديني. The veiled lady is
Hale? Are you really saying Hale is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering. انهي عذابي. You want me to kill you? انت عايزني اقتلك؟ I can't do that. ما اقدرش اعمل كده. الصخرة اللي فوق. The spire. Bring it down upon me. Please. هو بيتعذب وطلب مننا نقتله. اوه ده طيب المفروض يعني يعتبر جن طيب المفروض. هو بيقول لو سمحت اقتليني عشان انا بتعذب ومحتاج منك مساعدة. بتوسل اليكي اقتليني. الصخرة اللي فوق اقتليني. اوكي نوصل للصخرة ازاي بقى؟ ما احنا هنقتله يا جماعة بس نوصل للصخرة ازاي ده السؤال. يمكن من الناحية التانية. طب فيجي بص يا بي 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 ار جيمر ما تسألنيش ابدا عندك ستريم كذا بكرة وكذا بكرة وكذا بكرة ولا لا. تابع السوشيال ميديا كلها وانت تعرف. اوه ده شاكوش ثور. ثور ده شاكوش ثور اهو. الهامر بتاع الثور. اوه طلع كهربا. طلع كهربا ازاي؟ عشان مواجه عليه الكشاف. والله طلع كهربا قدامي دلوقتي. اهو اهو بيطلع كهربا. تقول لسه عايش يعني ولا ميت ولا ايه مش فاهم. اوكي ثانك يو جاد. خدت اتشيفمنت اسمه جود دوغ. كان مسكين. هاشتاج جود بوي ان ذا تشات يا جماعه. هاشتاج جود بوي ان ذا تشات. اللعبة طلعت حلوة قوي. وعلى فكرة كويس انها مش رعب لو فكرت فيها. صح اتخضينا فيها شوية بس غير كده شوية كويس انها جدا جدا انها مش رعب. غناء الساحرة. ساحرة؟ ساحرة ايه؟ ده ثور يا جماعة تقريبا. ماما انا عايز دي. انت عندك واحدة زيها يا اسبن. ايه ده دي ذكريات. ماما انا عايزها. اسمع كلام مامتك يا ازبن. انت مش هتاخدها يا ازبن. يلا بينا نمشي. انا عايزها يا ماما. لا تعالى هنا. اوه ضربته. ضربته. ازبن انا اسفه. انا اسفه جدا. ضربته. كان في ميموري انها بتضربه. وفي ساحره بتفكرها بالحاجات دي. اوف. لازم تقول لهم اللي حصل. بس لو قلنا لهم اللي حصل هياخدوا اسبن مننا. لازم دي الحاجة الصح ان احنا نعملها. ارجوك ما تقولش اي حاجة. كانت مجرد حادث. ما كانش قصدي. انا عارف بس الموضوع ده غلط. ايوه بس احنا هنعرف نعدي الموضوع ده. خلينا بس نعدي الموضوع ده مع بعض ماشي. انا بحبك. أرجوكي وقفي. أرجوكي. I didn't mean it. ما كانش قصدي. Don't show me anymore. ما تورينيش أكتر من كده. Wanna what? أنت عايز تعملي إيه؟ أنا عايزة طلاق. I want a divorce. أنا عايزة منك الطلاق. أخيراً. Fine. أخيراً. You're welcome to one. أنا موافق على الطلاق. بس أنا هاخد أسبن. You're not taking. مش هتاخد مني ابني. Well, I'm not leaving him with you. أنا مش هسيبه معاكي. أنت كسرتي إيده. امتى هتبطل تفكرني بالموضوع ده؟ كان مجرد حادث. حادث. وانت بصيت عليا كل يوم من ساعتها كاني وحش. انا بقولك دلوقتي لو عايزة طلاق اسبن هيجي معايا. لا ارجوكي وقفي. انا مش عايز اشوف الكلام ده. يعني الساحرة دي عمالة تفكرنا بالحاجات دي وخلاص؟ بتعيرنا يعني؟ ده شغل الساحرة؟ هي بتكذب. انا ما ضربتهاش ولا اسبن. اسكت. اجلس. اوف. ده محامي قصدي. واسمه ايه ده؟ ايه ده الساحرة اهي؟ شايفينها؟
No contact with your ex-wife or Espen whatsoever. اوف الست راحت شهدت زور ضد جوزها وقالت ان هو ضربها هي وابنها وكذبت والمحكمة حكمت عليه ان هو يبعد عنهم ب 200 قدم في كل الاوقات يعني الريستريننج اوردر اللي هو لازم يبقى بعيد عنهم ومنعه ان هو يكلمها او يشوفها تاني عشان كده هي مش معاه ممنوع يروح بيتها ممنوع يروح مدرسة اسبن ممنوع يروح لاي حتة قريبة منها ارجوك ما تاخدش ابني مني ارجوك ما تاخدوش مني اوه بتقول للساحرة ارجوك يوقفي خلاص خلي ايريك ياخده بس انا مش عايز اشوف الحاجات دي تاني بس ده ممكن تدخلي احسن انك تقعدي مفيش طريقة سهلة انا اقولك الكلام ده فانا اقولك الكلام ده وخلاص لقينا زوجك ميت في شقته النهاردة يا الهي لا احنا بنقول ان هو تقريبا انتحر بس احنا بنحقق في الموضوع انت في امان انت واسبن خلاص في امان اوف I wish I could take it back It's the worst thing I've ever done and I loved him ساحرة ايه I did I loved my son too I would have done anything to keep him close I just had no idea his father would that he I made one terrible mistake and I ruined everything I'll never forgive myself Are you happy now you bitch يا بنتي ما تشتميش الساحرة زوجها انتحر يا جماعة بعد اللي هي عملته فيه هو واسمه ده يعني لما خدت منه ابنه وغير كده كمان اسمه ده يعني بعد ما مات تخيلوا الشرطة رايحة تقول لها ما تقلقيش انت في امان دلوقتي هو خلاص مات فانت هترتاحي متخيلين الشمس بدأت تطلع عمري ما هلحق لا هنلحق ان شاء الله تفتكروا ننقذ الولد يا جدعان انا لعبت اللعبه قبل كده وبتفرج عليها كاني اول مره اشوفها في حياتي حد زيي ولا انا لوحدي مش بفتكر اي حاجه من الالعاب اللي بلعبها انا فاكر بتقول كده عشان انا بلعبها بطريقه حلوه فاهم بس لو افتكرت حاجه ما تقولش اوكي ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكريستالات الغريبه ايه ده والله اوكي ايه ده في وحش كبير متجمد شايفينه شايفين الشكل نايس والله اوف لحظه دي اثار معركه الكريستال ده طالع من الارض دي اثار معركه تقريبا في حاجه هنا في ورقه اوكي ايه اللي حصل هنا بقى and told the people what he must What must be done, but they refused, shouted at him, they attacked him. No one would give him their child, but amidst the turmoil, Eric's son stood and volunteered himself. Eric tried to deny him, but the boy insisted, and the people surged forward, driving them up the hill. Eyes awash with tears, Eric took his son to the precipice, kissed him thrice upon the mouth, and cast it into the wolves' gaping jaws. يا جماعة, Eric. نزل من بيته وراح قال لأهل القرية احنا لازم نضحي بالأولاد الصغيرين للوحش عشان يفضل المكان بأمان فالناس بدأت تزعق له وتشخط فيه وكده وهو اسمه ايه ده وهو كان بيقول لهم لازم راح ابن إيريك نفسه تطوع ان هو يكون اول طفل يتقتل وإيريك قاعد يقول له لا ما تعملش كده وبدأ يبكي راحوا أهل القرية اخدوا ابنه واخدوا إيريك وطلعوهم فوق وقالوا له يعني فيها معناه يعني لو عايزنا نبدا نضحي فانت هتبدا بابنك وفعلا إيريك اخذ ابنه باسه ثلاث قبلات ورماه في فم الذئب اللي كان فاتح بقه او اللي فاتح فمه يعني دين. والله حرام الجرافيكس بتاعت اللعبه على الاداء اللي فيها والله اللعبه معموله في 2016 بس 2016 ما كانتش السنه تبقى كده ما كانتش سنه يبقى شكلها كده وعلى فكره الحاجه الوحيده الوحشه في اللعبه دي التكستشرز يعني كديزاين حلوه بس
التكستشرز هي الوحشه. ايه الصوت ده؟ كان في صوت وحش كبير بزياده اكبر من اي وحش سمعناه تقريبا يعني. اوه بصوا الهيكل ده قد ايه. ده هيكل بشري ولا هيكل ايه؟ فاتني كتير. اه يا حبيبي فاتني كتير قوي. ايه ده في سفن فايكنج فوق. لحظه اعتقد ان دي تشيك بوينت لو انا مش غلطان. يس تشيك بوينت اوكي. ينفع ننزل من هنا ولا ايه؟ ما اعتقدش. طيب محتاجين نطلع فوق. ما انت بتقول 2016. ما انا بقول 2016 ما كانتش السنه جرافيكس فيها كده حتى من الاستوديوهات المستقله. هولي كرايست او ماي جاد. ايه ده في ايه؟ ذا وولف از ريل. الذئب حقيقي. وات فين الذئب؟ فين الذئب؟ انا مش شايفه. عامه الشمس بتطلع. فين الذئب؟ هل فاتح حاجه؟ هل شفتوا حاجة؟ أنا مش شايف ذئاب. أوكي. موسيقى حلوة أوي يا جماعة. كان بيلعب براذرز. أيوة. إيه ده إيه ده؟ أوكي. الو مش ناقصه جلتشات في اخر الجيم لو سمحت. ليه كريستالز لونها مختلف؟ معرفش معرفش صراحه. راح فين؟ اعتقد كده. اه كده اوكي. الشمس بتطلع. فين اللعبه دي كانت تبقى حلوه قوي لو ايه؟ لو في اوه ده فك الذئب كل ده؟ وات؟ كل ده فك الذئب؟ اللعبه دي كانت تبقى حلوه قوي لو فيها نهايتين وعندك وقت محدد لازم توصل لابنك فيه قبل الوقت ده. والشمس فعلا بتطلع بجد. يا اما تنقذ ابنك قبل ما الشمس تطلع يا اما ما تنقذوش. خلاص. كانت تبقى حلوه قوي. شايفين الفك؟ افتكرته جبل عادي. اسبن اوه اسبن ستوب بليز او ماي جاد اسبن. الراجل مش عايز يرمي اسبن بس بيقول له لو سمحت انت نط من نفسك. ماما افتقدتك وانا افتقدتك كمان يا ابني. أرجوك أرجوك ما تقفزش من الحافة. لازم أعمل كده يا ماما. أنت فاهمة؟ لا أسبن ما تعملش كده. في أطفال تانية مش لازم يقتلوك أنت. أرجوكي اسكت يا جبان. ماما هو بيعمل شغله بس. هو بيحمينا كلنا. شوفيه هو مش عايز يعملها. أسبن أنا بحبك وفخورة بيك. أرجوك انت شجاع جدا بس انا مش عايزك تعمل كده. ارجوك انا محتاجاك. لا 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 ولا ولا انا بحبك يا ماما وانا كمان فخور بيكي. احنا التلاتة وقعنا وليه غبية. احنا التلاتة وقعنا في فك الديب. ايه ده؟ ايه ده في ميه بفك الديب. يا الهي اسبن اسبن اسبن. اسم اللعبه ثرو ذا وودز. والله حرام الجرافيكس عليها على اللي بيحصل فيها. اسبن اسبن ارجوك ما تتركنيش.
الواد شكله غبي قوي. احنا هنحاول ننقذه. اسبن اسبن يا الهي اسبن ارجع لي ارجع لي. كمان اسبن يلا يا اسبن يلا ارجوك ارجوك ارجوك. لا ارجوك ارجع لي ارجوك. هو هيعيش ولا ايه طيب؟ لا اللعبه فعلا مش رعب يعني. انا اتقال لي انها رعب لما اقترحتوها عليا. اقترحتوها عليا الناس اقترحتها عليا في 2016 نفسها واشتريتها ساعتها ومن ساعتها ما لعبتهاش. يعني من الالعاب اللي كنت حاططها ان انا عايز العبها بعدين. بس عجبني ان ليها قصه وليها. لا لا احنا ممكن نتقبل موته. لحظة واحدة احنا ممكن نتقبل موته. نتقبل موته ولا نكمل تجربة؟ بنطلع لا تدري. اكسبتت. لا 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 لحظة 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 خلينا نحاول خلينا نحاول خلينا نحاول خلينا نحاول قبل ما نتقبل موته. هنجرب خمس مرات كمان بالظبط. لحظة ما اقدرش ادوس تاني. ايه ده؟ لا لحظة 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 لحظة. اوكي 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 هنجرب خمس مرات كمان ماشي. لحظة ادي كده اول مرة. شكله مات. تاني مرة. ثالث مرة. رابع مرة. ده مش سي بي ار خالص. ما هي مش تقريبا ما بتعرفش تعمله. فين النفس؟ هي قرفانة منه. الواد كان واكل بيتزا امبارح ما غسلش سنانه. آخر مرة دي. آخر مرة. تقبلنا الوضع. اسمن انا اسفه. I love you. انا بحبك. I love you little man. انا بحبك يا الرجل الصغير. Goodbye. الى اللقاء. Be safe. كن بامان. يعني احنا طلعنا الذئاب على الفاضي. Town halls and libraries and hairdressers and bars are people who will never know what Espen did for them. What he did for all of us. The world moves on as it always has, arrogantly, without a care, but it comes with a price. لحظة هي أخذ منه الحاجة أنا افتكرتها انقذته. I couldn't save my marriage and I couldn't save Espen, but he saved us. He protected all of us for a time. بتقول ما قدرش انقذ زواجي او ابني اسبن بس هو حمانا وانقذنا كلنا لفترة قليلة. My beautiful son. كان ابني الجميل. وكان لازم ابوسه قبل ما يعني هو بعد ما مات يعني. حاسس ان قلبي مش هيتصلح ابدا. هو كان احسن مني في كل حال. انا مش عارف هو راح فين او ايه اللي حصل له. هو اكيد لوحده بس ايا كان مكانه فين انا فخوره بيه جدا. كنت بحبه جدا جدا لدرجه ان انا اتوجعت ولسه بحبه. Espen was my favorite thing. Espen كان شيء المفضل. صديق الصدوق. And I lost him. وأنا خسرته. We lost each other. إحنا خسرنا بعض. And I don't know if I can forgive myself. ما أعرفش أقدر أسامح نفسي ولا لأ. But now. بس دلوقتي. I can forgive Espen. أقدر أسامح Espen. هو عمل إيه غلط؟ إيه اللي أقدر أسامح Espen؟ I'm not going to pretend I was a good mother. مش هعمل نفسي كنت أم كويسة. But I raised a good son. بس أنا ربيت ابني كويس. هي ده أنا طولت ولا إيه؟ Now. ودلوقتي كل اللي علينا نعمله make sure his sacrifice meant something. ان انا اتاكد ان تضحيته ليها معنى. يعني هي بقت إريك. يعني هي بقت إريك.
عشان كده الراجل اللي كان معاه بنته كان بيقول لها مش تاخدي ابني مني. هي في الاخر بقت الايريك الشخص اللي بيعمل الحاجات دي. والله اي انجوي ذا جيم الصراحه. ايه ده لحظه، ده تقريبا كان مشروع تخرج ناس في جامعه يا جماعه، تقريبا يعني باتشلر بروجكت 2015. طب والله نايس، اللي كان بيقول لي لعبه مضروبه والله نايس، ده مشروع تخرج ناس، مشروع تخرج شباب. واعتقد ان اسامي دول اسامي الناس اللي في اللعبه اللي احنا شفناهم، الاطفال اللي ماتوا، اعتقد ان هم اسامي اسمه ايه ده، اسامي اصحابهم في الجامعه او حاجه. في واحد اسمه عبد الله اهو. لا الصراحه اتبسطت باللعبه الصراحه يعني. اوكي انا خربت اللعبه وبوظت الاغنيه. اوكي ما اعرفش عملت ايه، بس اللعبه بقت لما اوقف التتر، لما ادوس باوز الموسيقى بتشتغل، بس لو شلته الموسيقى بتقفل. اوكي كان لازم نبوظها في حال يعني، بحال من الاحوال يعني. اوكي لحظه والله، لا ما ينفعش الجو ده. لحظة I got you. أعمل لكم أي موسيقى ولا إيه؟ As been mad. يلا يا جماعة كل معايا. As been mad. With the app طلعت للناس. With the app يلا يا جماعة طلعت للناس. As been mad. الموسيقى دي بتاعي مش هتخلص ولا ايه؟ With the app طلعت للناس. With the app وAs been mad. It's been mad. طب الذئاب طلعت للناس. We has been mad. عاجل الجدار مش متون. سامعين؟ الجدار اضعف. اوكي. مش هتمشي ولا ايه؟ خلاص بقى يعني. مات. شكرا يا جماعه. ده كان ساوند تراك اللعبه. اوكي بس كنت عايز اكد ان في حاجه في الاخر ولا لا، بس واضح ان مفيش. كولكشن. اوكي والله كانت لعبه لطيفه. جدا استمتعت بيها جدا الصراحه معاكم. فشكرا على مشاركتكم ليا في الاستريم اللطيف ده. عايز بس اقول حاجات مهمه قبل ما تمشوا من الاستريم. لحظه واحده. يس طيب اوكي مره ثانيه للناس اللي ما تعرفش، الخبر طلع دلوقتي واحنا مع بعض في الاستريم وكل حاجه ماشي. انا في الساحه واقف لوحدي. لا انا عملت ميرتش، عملت لبس ليا للقناه، عباره عن تي شيرتس وكشاكيل وكراريس وحاجات كده. هوريكم دلوقتي حالا على الشاشه. لحظه واحده طلعوا لكم دلوقتي على الشاشه. فزي ما انتم شايفين عملت ميرش ماشي. يعني عندكم في هنا كشاكيل او كراريس من 25 جنيه ل 60 جنيه مصري. عندكم تيشرت الدايت ب 150 جنيه مصري، التيشرتات ب 150 عامه، الكبات ب 75، الكشاكيل من 25 ل 60. ما اعرفش اللوح بكام لان انا عشان انا عايش في الامارات، فلما بغير الصفحه بتبقى الحاجات اوه لا اهي اوكي لوح ب 75. فدي الاسعار بتاعت الحاجه. اوكي فده الميرش. لو عايز تشتري ميرش هتلاقي، لو عملت علامه تعجب ميرش هتلاقي في الميرش ستور في كل حاجه جاهزه.
انا كنت بقول ان الكلام ده بيتوصل في مصر بس، بس لا خلاص هم اكدوا عليا ان انت لو عايش في الخليج كمان تقدر تشتري الحاجات دي، فتقدر تدخل على الستور دلوقتي وتشتري تيشيرتات لو حابب الحاجات دي كلها. انا شخصيا هدخل اشتري دلوقتي حالا على فكره، احاول اوصل حاجات لشقتي كده اشوفها هيبقى شكلها عامل ازاي. بفكر اشتري تيشيرت الغزاله رايقه، واشتري تيشيرت اكتر تيشيرت كان عاجبني هوريه لكم دلوقتي. اكتر تيشيرت كان والروشان اسلوب حياه اكيد هشتريه اوكي، والبستويه يعني انا عايز اشتري التلاته دول، والتيشيرت بتاع راعي مزاجي المتقلب يعني في 4 تيشيرتات انا عايز اشتريهم اوكي، فانا هشتريهم لنفسي. بس غير كده بقى، غير كده ماشي، غير الحاجات دي في حاجه ثانيه عايز اقولها دلوقتي يا جماعه. الاسعار طلعت بالدولار دلوقتي عشان كده كنت بقول لكم ان الويب سايت غريب شويه. دلوقتي يا جماعه الحاجات دي التيشيرتات دي الكبات الكشاكيل الحاجات دي كلها لو انت اشتريتها كان المفروض ان انا يجي لي نسبه من المبلغ ماشي، بس لا ده مش هيحصل، انا مش هاخد اي حاجه من المبلغ. اللي انا هعمله انه ان شاء الله باذن الله اي فلوس هعملها من الحاجات اللي هبيعها هنا، اي فلوس ان شاء الله هتروح على طول لجمعيات خيريه ماشي، فهتبرع بيها ان شاء الله. الكلام ده الصراحه بس عشان برضه ابقى واضح معاكم لان انا كنت محدد الموضوع ده، الكلام ده انا عامله لمصر للناس اللي هتشتري من مصر اوكي، لان انا شايف ان يعني اصلا المبلغ اللي هيجي لي من البيع في مصر انا حاسه مش هيفرق معايا في حاجه ماشي، فلسه بفكر اخليه للوطن العربي كله لا، بس انا الصراحه كنت عامل الموضوع ده لمصر بس. انا اتفاجئت النهارده ان هم هيبعتوا خلاص للخليج، ف لسه مش متاكد بس اسمه ايه ده، بس دي الفكره ان احنا بنحاول نعمل حاجه حلوه كده للقناه. ده مش بتبقى حاجه خير مننا لا، دي حاجه خير مني ومنكم، فده اللي احنا هنعمله ان شاء الله. اللي انا بسعى ان انا اعمله ان بدل ما انا اقول لكم ببقي على فكره انا هتبرع بالفلوس، لا انا مكلمهم عشان ان شاء الله لو قدروا يخلوا الويب سايت نفسه الموقع نفسه فيه حاجه بتخليك تختار الجمعيه الخيريه. بوف وشك في توصيل المانيا، معاك موسى عراق عايش في المانيا حبيبي والله. انت بتعمل عملت جوب سكير. المانيا بلد اوروبيه محتاج ان انا اتعامل مع ستور تاني، وغالبا هعمل كده فما تقلقش. بس اتواصل للسعوديه، اتواصل للخليج خلاص ماشي، اتواصل للجزائر ولا لا ما اعرفش لسه، برضه هتاكد لكم من الموضوع ده، مش عايز اقول لكم معلومه غلط. شكرا جدا على الدونيشن بالمناسبه. فان شاء الله باذن الله المبالغ دي هتروح للخير، مش حاجه مننا لا، حاجه مني ومنكم يعني حرفيا. حتى لو انت ما اشتريتش حاجه انا نيتي ان هي كانها طالعه منك انت كمشاهد بس، فدي حاجه هتستمر على طول، مش عشان رمضان مثلا، مش عشان حاجه لا، دي هتبقى حاجه على طول ان شاء الله. بيوصلوا لمصر كلها المفروض، وبيوصلوا للخليج العربي المفروض. العراق انا هعمل لها ستور خاص بيها، هتكلم مع انس مثنى وهقول له نفس الموضوع، هقول له مش عايز منك اي ربح، لو عايز تتبرع بالفلوس تتبرع بيها، لو عايز تخليها لنفسك خليها لنفسك ماشي. فبس كده الميرج، روح اشتروا الميرج. اللي يشتري حاجه يا ريت يصور نفسه ويوريهاني على تويتر لو سمحتم. وان شاء الله هيتضاف قريب هوديز ومجات كوبايات اوكي، معيش كوبايه هنا عشان اوريكم بس اوكي. وبس يا جماعه هعمل فيديو قريب اتكلم فيه عن الموضوع ده عشان الناس تبقى عارفه، يعني هعمل فيديو اقول للناس على فكره انا عملت ميرش والميرش صار وكذا وهكذا وهكذا وهكذا. احتمال الفيديو ده ينزل بكره، احتمال اسجله دلوقتي حالا، ارنو. خلينا نشوف حد يعمل له هوست، خليني اختار حد يعمل له هوست. خلينا نشوف حد يعمل له هوست. ايه الصوت الجميل ده؟ تعال نعمل هوست لي 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 لجيمي مارو اوكي. هعمل هوست لجيمي مارو، روح اسلموا عليه، روح اتفرجوا عليه. جيمي مارو ستريمر رهيب صراحه. وبس هنا انا هقفل الستريم واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. احتمال يكون في ستريم بكره، احتمال لا مش متاكد لسه. تابعونا على تويتر وفيسبوك عشان تعرفوا اوكي، تويتر فيسبوك ويوتيوب اوكي. بس تصبحوا على خير يا بستويه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. سلام يا رئ.